مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان. أسبوع جديد ويوم جديد من أيام البيت الكبير. إن شاء الله بإذن الله نستمتع بحلقة رائعة. النهاردة هيكون معانا إن شاء الله ملفات كتيرة ومهمة جدا جدا هنتكلم مع حضراتكم وضيوفنا عليها. هيكون برضو منورنا في الفقرة الأولى الكابتن الكبير حكيم شاكر. الكابتن حكيم شاكر المدرب التاريخي للمنتخبات الوطنية العراقية، اللي في يوم من الأيام كان بيضم في مهمته ثلاث منتخبات، المنتخب الشباب العراقي والمنتخب الأولمبي وكمان المنتخب الأول، وحقق معهم نجاحات رائعة، واحد فعلا من الرموز الكروية المهم جدا. الفقرة الثانية إن شاء الله كمان هيكون معنا الكابتن القدير طه التوخي. الكابتن طه التوخي طبعا غني عن التعريف، حديث من القلب وحديث عن ذكريات جميلة، وهنناقش معاه ونسترجع ذكريات الجميلة والكرة الجميلة. طبعا يعني قبل ما نكمل في حلقتنا أكيد برحب بيك يا سهام، مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن هاني، مساء الخير، وحشتونا فعلا من الخميس للحد، يعني وقت كبير جدا. جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير، مساء الخير على كل اللي بيتابعونا من كل مكان. أكيد بنفخر بجماهيرنا، لأن دايما زي ما بقول أنتوا الدعم والسند. علشان كده يمكن عايزة يعني أحيي حضراتكم وكل اللي بعت لنا من وقت إذاعة حلقة الكابتن الكبير على أبو جريشة، خط القناة كله يعني تقريبا بعت لنا إحنا الاتنين ده. إحنا بنشكركم جدا على ردود الفعل، ودايما إحنا بنوعد حضراتكم على مدار الفترة اللي جاية دي انه هيكون عندنا مفاجآت ان شاء الله تكون من العيار الثقيل، لاننا دايما طول الوقت بنحاول ودايما نفكر ان احنا نكون اولا واخيرا عند حسن ظن حضراتكم. يمكن في البدايه في ملفات عايزين نتكلم فيها او عليها. اكيد هنبدا بفريقنا الكروي اللي سافر النهارده خلال الساعات اللي فاتت للنيجر. النهارده بينطلق مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا. زي ما حضراتكم شايفين كده الاتوبيس يمكن اتحرك للمطار في وقت العصر. الحقيقه الجميع النهارده تعاقد على الحفاظ على اللقب الأفريقي اللي توج بيه الأهلي في النسخة اللي فاتت دي على حساب طبعا نادي الزمالك. يمكن مباراة القاضية ممكن الشهيرة طبعا، وبالمناسبة يمكن بمناسبة القاضية النهاردة تم اختيار هدف محمد مجدي أفشة كأفضل هدف في البطولة اللي فاتت، البطولة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي. كمان النهاردة مستر موسى اهو دي اللقطة طبعا الشهيرة، وأحلى لحظة دي في 2020. أنا كنت بقول الكلام ده من يومين، ده القاضية ممكن صحيح. أحلى لحظة بجد، دي أحلى لحظة في 2020. والنهاردة يمكن موسيماني كان كاتب على حسابه الشخصي في تويتر تحديدا أنه كل ما بتتعرض اللحظة دي هو جسمه بيقشعر. وأفتكر أن كل الأهلاوية بيشعروا جدا، يعني بيشعروا بنفس الشعور ده، هدف تاريخي. والنهاردة يعني أفشة بياخد أفضل هدف، مقارنة طبعا دي طبعا التويته اللي موسيماني قال فيها ان هو كمان يعني هو كل ما يشاهد فعلا هو الفول سبيريت، وكان بيتكلم على تشكيله الهدف نفسه وان الهدف دوت من الاهداف التاريخيه، وبيشكر أفشة على الهدف دوت. وزي ما انت بتقول يا سهام كان بيشعر بالفخر ويشعر ان جسمه بيشعر اثناء هذا الحدث الكبير لانه هدف تاريخي. وخلينا نتكلم ان كمان كان مقارنه مع هدف شيكابالا، يعني كمان هدف شيكابالا بصراحه من الاهداف الرائعه، ولكن قيمه الهدف نفسه، هو ده قيمة الهدف نفسه. هدف أفشة أكتر من رائع، هدف شيكابالا هدف رائع، لكن هدف أفشة يعني أنا هدف تاريخي بيحقق بيه بطولة كبيرة جدا، بيحقق بيه كمان في وقت قاتل. فنقول مبروك لأفشة وإن شاء الله بالتوفيق، وعايزين أكتر من كده إن شاء الله في الفترات اللي جاية. نقول ألف سلامة، لا طبعا نقول ألف سلامة طبعا علشان الكورونا، لكن زي ما بنقول دي يعني إحنا مستنيين كتير من أفشة ومستنيين كتير من لعيبة النادي الأهلي. ويعني خلينا نقول إن خلاص المشوار الأفريقي بدأ، وإن شاء الله من دلوقتي بنقول العشرة يا أهلي، لكن مشوار طويل، وان شاء الله يعني اول الخطوه باذن الله يوم الاربعاء، يعني في خطوه كبيره ان شاء الله. رغم الصعوبات عندنا مباراه مهمه جدا جدا، المباراه ستقوم طبعا في نيامي عاصمه النايجر، دي في ذهاب طبعا دور ال 32 في البطوله، لكن كل التوفيق برغم الغيابات الكثيره اللي بيعاني منها الفريق. طبعا احنا عارفين الفتره الاخيره بسبب كورونا على راسها، يعني من اسبوع كان موسيماني، دلوقتي كمان في عمرو السوليه ومجدي أفشة ورامي ربيعه.
الاستاذ كمان محمد الضماطي، ده كان عضو مجلس الاداره اللي كان طالع رئيس للبعثه يعني، لكن طبعا تم اسناد رئاسه للبعثه للكابتن سيد عبد الحفيظ. نتمنى الشفاء طبعا لكل اللعيبه، ونتمنى الشفاء كمان للضماطي اللي هو كمان عضو فعال جدا في النادي الاهلي. لكن زي ما احنا متعودين يعني، النادي الاهلي دايما بيفرض شخصيته خاصه في المواقف الصعبه، بيظهر معدن لعيبه النادي الاهلي. لسه الناس بتقول اه لسه بدري على البطوله، لكن دايما البطولات بتحسم من اولها ان شاء الله. باذن الله تكون ان شاء الله خطوه جيده جدا، تكون خطوه ايجابيه باذن الله بالفوز في هذه المباراه، لان المباراه برضو مباراه مش سهله. انت دلوقتي اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتلعب نادي القرن صاحب البطوله الكبيره، وبالتالي الامور بتصعب ان شاء الله. المباراه كمان الساعه 4 الظهر، يمكن في اجواء تكون يعني الجو ان شاء الله يكون يساعد اللعيبه. لكن غيابات ممكن مؤثرة على الشكل التكتيكي، لكن احنا عندنا طبعا ثقة في كل اللعيبة اللي موجودة ان شاء الله في البعثة، ويرجعوا لنا بألف سلامة، ويكون مكسب اول في العشرة الجديدة مباراة يعني النجمة العشرة ان شاء الله، وتكون مباراة رائعة ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يحققوا نتيجة ايجابية في نيامي طبعا. ولكن النهاردة واحنا بنتكلم عن تتويج الاهلي ببطولة افريقيا في النسخة اللي فاتت دي بكل بقى ظروفها، يعني كان في ظروف محاصرة الفريق اكيد، وده بيدل على ان الاهلي ولاعبته رجالة قادرين على تحدي وقهر الصعب. لكن طبعا بنتمنى الشفاء العاجل لمجموعة اللعيبة المصابة. يمكن النهاردة كورونا بتضرب صفوف النادي الأهلي، لكن الأستاذ محمد الضماطي طبعا يعني بنقول له ألف سلامة عليك. موسيماني، مباراة بطل النيجر أكيد البداية النهاردة عشان يعني تعانق هذا المجد الأفريقي مرة تانية مش سهل. فإن شاء الله يمكن خلونا استعرض مع حضراتكم كمان قائمة الأهلي النهاردة اللي سافرت النهاردة الظهر. محمد الشناوي على رأس القائمة، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكم، ومحمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وأيمن أشرف طبعا، بدر بنون، إريو ديانج، صلاح محسن، علي معلول، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، وجيرالدو، وهاني طبعا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري، وسعد سمير. هنروح نشوف التقرير اللي مع حضراتكم ده عن سفر بعثة الأهلي للنيجر، ونرجع في البيت الكبير. رغبة في الحفاظ على اللقب الإفريقي للموسم الثاني على التوالي، غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى النيجر استعدادا لانطلاق مباريات المارد الأحمر في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي توج الفريق بلقبها النسخة الماضية على حساب الزمالك. ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره سونيدب بطل النيجر ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة بالقاهرة. وبالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة بطل النيجر، إلا أن الثقة مرتفعة لدى اللاعبين والجهاز الفني عقب الأداء المتميز الذي ظهر عليه الفريق في مباراتي الدوري الممتاز أمام مصر المقصة وغزل المحلة، وهو الأمر الذي بث روح الانتصارات في نفس اللاعبين قبل مواجهة بطل النيجر الإفريقية، بالرغم من إصابة أكثر من لاعب بسبب الكورونا، على رأسهم عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، إلا أن الجهاز الفني أبدى كامل ثقته في باقي اللاعبين. يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه سيد عبد الحفيظ رئاسة بعثة الفريق إلى النيجر بعد إصابة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي بكورونا، حيث كان مقررا أن يتولى رئاسة بعثة الفريق في النيجر. طبعا كل التوفيق لبعثتنا ونادينا وفرقتنا ان شاء الله في المباراه اللي جايه. طب تعالوا نكمل مع بعض قبل ما طبعا نكمل الانترو بتاعنا، معانا بعض الاخبار الخاصه طبعا بفرقتنا في النادي الاهلي، ونستعرضها سريعا مع حضراتكم زي ما قلنا، ونطمن كمان على البعثه هناك في النيجر. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي قال ان وليد سليمان لاعب الفريق الاول لكره القدم بينفذ تدريبات علاجيه
بيتأهل بعد طبعا بيشتكى من آلام في الركبة في برنامج تدريبي، وواضح ان طبعا يعني وليد هينضم ان شاء الله لتدريبات الفريق بصورة طبيعية جدا جدا بعد العودة من النيجر، وده طبعا من خلال استعداده بقى لبطولات الدوري الفترة اللي جاية. وليد كان بيشتكي شوية في صابونة الركبة، عنده مشكلة في الركبة، لكن ان شاء الله يرجع ويتمرن بشكل كبير مع الفرقة. كمان ان مروان محسن يعني بيمشي بشكل اكتر من رائع في البرنامج العلاجي والتأهيلي، كان كمان مروان بيشتكي من آلام في الركبة، هينتظم اكيد في التدريبات بعد العودة ان شاء الله من النيجر بإذن الله. طيب ان شاء الله الف سلامة عليهم. نروح بقى لبكرة ان شاء الله، ناصر ماهر كمان بنقول له الف سلامة، لاعب الفريق الواعد ده اللي هيعمل عملية بمعرفة دكتور باسم فليجة عشان يعني طبعا يتم تثبيت الكتف مرة تانية. تعرفين حضراتكم ان ناصر اصيب خلال مباراة المقاصة في الجولة الاولى لبطولة الدوري الممتاز. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي طالب بنفسه، طلب من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الفريق انه يعرض ناصر ماهر على كونسلت طبي متخصص علشان يحدد العلاج المطلوب بشكل دقيق جدا علشان الاصابه دي ما تتكررش تاني. عارفين حضراتكم يعني خلع الكتف ده ممكن يتعرض، طالما اتعرض دي مره اولانيه يغيب شهرين كمان، المفترض انه يغيب شهرين بعد العمليه ان شاء الله. بعد العمليه بقى يقرروا يعني. فبنقول له الف سلامه عليك. يعني طبعا بعد ما عرض ناصر ماهر او عرض على الاطباء المتخصصين تم الاستقرار على اجراء جراحه بكره زي ما قلت لكم بمعرفه دكتور باسم احد اكبر الاطباء المتخصصين في اصابات الكتف تحديدا، وبيغيب طبعا عن المشاركه مع فريقه زي ما قلنا. الف سلامه على ناصر وان شاء الله يرجع بقى الشهرين الف سلامه ان شاء الله. وزي ما بقول دايما النادي الاهلي بيبقى دايما الخطوات اذا كان بيستعد بخطوات فنيه واداريه كمان على الجانب التغذيه، جانب التغذيه مهم جدا في حياه اللاعب، وبالتالي فريق الكره بالنادي الاهلي بيصطحب معاه الشيف محمد الدالي في رحله الفريق طبعا الى النيجر لمواجهه سونديب في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني ضم الدالي لبعثة الفريق بيعد وجبات خاصة وفقا طبعا للبرنامج الغذائي اللي بيسير عليه اللاعبين خاصة في المباريات الخارجية. بعثة النادي الأهلي زي ما قلنا غادرت إلى النيجر بطيارة خاصة في النهاردة الساعة 2 بعد الظهر، وطبعا هيواجهوا مباراة يوم الأربعاء اللي جاي الساعة 4 بتوقيت القاهرة. زي ما بقول لكم النادي الأهلي بيستعد من كل النواحي. طبعا ألف سلامة على اللعيبة اللي جالها كورونا، أكيد يعني هيكون إن شاء الله يعني اي لعيب هينزل او اي 11 ان شاء الله يعملوا شكل جيد ومباراه جيده، لكن كمان على المستوى التغذيه وده مهم جدا. النادي الاهلي كمان بيحرص خاصه في المباريات الخارجيه في افريقيا ان يكون في شيف بيحضر الوجبات الصالحه والوجبات الصحيه اللي تلائم لاعب الكره بشكل كبير. طيب نروح كمان لقرار يعني احد قرارات مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب اللي كلف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم اللي طبعا اتجهت للنيجر زي ما قلنا لحضراتكم النهارده الساعه 2 الظهر تقريبا في طبعا للسونوديب في ذهاب دور ال 32 لدوري رابطه الابطال. القرار ده طبعا جه لضيق الوقت زي ما قلنا برضو انه المسحه الطبيه اظهرت اصابه السيد محمد الضماطي عضو مجلس الاداره في كورونا بكورونا، وهو اللي كان من المفترض انه يتراس بعثه الفريق، وبنقول له الف سلامه عليه. الف سلامه عليك يا دكتور. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم اخبارنا في البيت الكبير. بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وعايز أتكلم مع حضراتكم يمكن في موضوع مهم جدا. موضوع كان حديث الساعة داخل الوسط الرياضي خلال الأيام اللي فاتت، والحقيقة إحنا كمان كنا في حالة حزن كبيرة جدا جدا على منتخب الشباب بقيادة الكابتن ربيع ياسين. خلينا نقول يمكن هنا في البيت الكبير كان معانا لقاءات كتيرة جدا مع الكابتن ربيع ياسين قبل السفر لتونس، وكان قد إيه المعاناة اللي كان بيعانيها الكابتن ربيع ياسين بشكل كبير جدا، مرورا بطبعا سفر البعثه لتونس، مرورا لطبعا الصدمه باصابه اكثر من 17 لاعب في المسحه اللي كانت قبل مباراه ليبيا، مرورا بكمان يعني تدخل وزير الشباب والرياضه وسفر الدكتور جمال محمد علي، مرورا بسفر 2 لعيبه، بكمان الصدمه الاكبر بعدم اكتمال العدد الرسمي لمباراه امام المنتخب التونسي، وبالتالي ضياع حلم جيل كامل من افضل الاجيال الكرويه اللي كانت هتكون في تاريخ مصر.
بلغة الكورة كده بتتسرح بشكل غير طبيعي. المنتخب يعني بعد إصابته بفيروس كورونا في هذه الدورة خلاص ما فيش منتخب شباب، وبالتالي هذا الجيل اللي احنا شفنا الولاد قد ايه كانوا بيبكوا، قد ايه كانوا بيعيطوا، قد ايه بيقولوا لا رغم الموقف صعب اللي احنا متواجدين وهنكون موجودين، عايزين نكمل البطولة، عايزين نكمل مشوارنا، عايزين نكمل حلمنا. يمكن كلنا شفنا هذه يعني الفيديوهات الرائعة، وكنا قد ايه يعني كنا زعلانين جدا على هذا، مش هقول لك على هذا المنتخب، ان احنا بهذا السوء من التنظيم، وان الكابتن ربيع ياسين اشتغل 3 سنين، وان الكابتن ربيع ياسين بيعد جيل كامل من اللعيبه اللي نفسها تمثل مصر وتشوف مستقبلها. الصدمه الاولى امام ليبيا 3-0، وبعدين امام تونس. عايزين يا جماعه نعرف بصراحه يعني مين السبب ومن المسؤول عن هذه المهزله، مهزله خروج منتخب الشباب وضياع حلم كامل يا سهام، جيل كامل ضاع الحلم بالنسبه له من خلال انا في اعتقادي ومن رؤيتي الشخصيه، اولا تجاهل واضح جدا جدا من اللجنه الخماسيه في اعداد الفريق في السبورت الكابتن ربيع ياسين، على النواحي الاداريه ما فيش رئيس بعثه طالع مع الفريق، ما فيش حتى متحدث رسمي، كل الامور على الكابتن ربيع ياسين. الجزء الاخطر كمان ظهور المشكله، وبعد ما بتظهر المشكله بنحاول نحلها، ما فيش الصوت القوي اللي كان لازم يكون مساند لمصر في موقف صعب زي ده، ويساند شباب زي الورد، يكون ليك صوت قوي في الاتحاد الافريقي انك تقاتل على وجود منتخب بلدك في هذه البطوله، وتقدم شكاوي وتعمل اعتراضات. ده الجزء اللي لازم احنا كلنا نبص له. الجزء الاخر ممكن يكون في مشاكل عندنا احنا كمان، يعني خلينا نتكلم بكل امانه، ممكن يكون عندنا احنا كمان مشاكل ممكن تكون من الناحيه الاداريه، مشاكل في عدم مراعاه الصحه العامه، الاجراءات الاحترازيه. فبس يعني الواحد فعلا حزين جدا على ضياع حلم كامل، ونتمنى ولو لمره واحده يكون عندنا مشكله، والمشكله ديت زي ما احنا سمعنا يمكن كابتن احمد قالها مسؤول، يعني يا ريت يعني نتكلم دلوقتي فيه الكابتن احمد مجاهد هو هيدير الاتحاد في الفتره اللي جايه، ان في لجنه لتقصي الحقائق زي ما بنقول. نتمنى ان الكلام دوت يخرج بتفاصيل واضحه، نخرج يا جماعه من مشكله، عارفين ايه اللي حصل، عارفين مين المسؤول، عارفين ايه بالظبط اللي حصل، عارفين كمان يعني اوعوا كمان تحطوا وتعلقوا الشماعه على الحلقه الاضعف الكابتن ربيع ياسين. الكابتن ربيع ياسين كان بيعاني فترات طويله جدا، اشتغل بما يرضي الله، ممكن يكون في اخطاء، لكن مش ممكن هو يكون الكابتن ربيع ياسين هو الحلقه الاضعف هو جهازه الفني. عايزين نعرف ايه اللي حصل في هذه الكارثه، انا بسميها كارثه لان ده ضياع جيل كامل من اللعيبه، اللعيبه مميزه جدا كلهم بيلعبوا في اعلى المستويات في 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 فرقهم كلها. فعايز اقول ان ديت مشكلة، ولازم يا جماعة نطلع بحل، ولازم نطلع نقول يا سهام في عندنا مشكلة، عندنا مسؤول، المسؤول 1 2 3، ونعرض الكلام ده على الرأي العام عشان المشاكل دي ما تتكررش مرة تانية. كابتن هاني أنا فاهمة كويس قوي، أفهم أنه جائحة كورونا الموجة الثانية من كورونا شديدة جدا. النهاردة عندنا 76 مليون شخص على مستوى العالم مصاب بكورونا. أفهم أن إيطاليا النهاردة عملت حظر شامل، وفرنسا وإنجلترا ودول كتيرة قوي. وأفهم أفهم من اللي أنت قلته أن إحنا عندنا أخطاء بالجملة بتتحملها جميع الأطراف. بس اللي أنا مش فاهمة جدا في القصة دي بقى بالذات، أن إزاي واحد زي أحمد نبيل ده شاب في منتخب مصر للشباب يعمل مسحة بالليل في تونس تطلع سلبية، الصبح تبقى إيجابية بقدرة قادر. ما فهمش إن أنت النهاردة يعني تقول لنا إيه اللي حصل بالظبط، إيه اللي حصل من وقت إقلاعك بالطائرة لنزولك، اللي حصل ده بالتفصيل، مين النهاردة يقول لنا اللي يعني مين يشرح لنا بالتفصيل إيه اللي حصل علشان إحنا نقول المسؤولية دي والله يتحملها هاني رمزي، تتحملها سهام، مين يرد علينا؟ كله بيتكلم وخلاص. فاللي أنا عايز أقوله بس لحضراتكم في الجزئية دي تحديداً، وإحنا النهاردة عندنا الاتحاد المصري قدم شكوى عن طريق جمال محمد علي، جمال محمد علي ده اللي كان رئيس البعثة في تونس، منتخب مصر للشباب مش وديه للاتحاد الأفريقي بسبب إن أحمد نبيل الشاب ده اللاعب الصغير ده مسحته لم تعتمد،
يعني بالرغم من السلبيه. فانت النهارده عندك لاعب، ايه اللي حصل يعني، ايه اللي حصل؟ ليه نعتبر خسرانين من تونس؟ ليه نعتبر خسرانين مع ان احنا عندنا اللعيبه او عندنا العدد الكافي من اللعيبه عشان نعمل نكمل الماتش؟ اكيد يعني في تفاصيل وفي يعني اشياء مش مظبوطه، في مجاملات، في كالعاده. انا مش عارفه ايه اللي احنا عايزين حد يرد، يعني والله العظيم بجد احنا عايزين حد يرد زي ما تعودنا من الكاف. يمكن في مجاملات خلال السنوات اللي فاتت، عايزين حد في المشكله دي بس يطلع يرد علينا، يطلع يعني يرد علينا. احنا بنتكلم طبعا بس. احنا نتمنى بشكل من الاشكال. الواحد حزين طبعا على هذا المنتخب، وانا بقول هيكون في فجوه كبيره جدا في السنه اللي جايه، هيكون هو ده المنتخب المفروض، المنتخب الاولمبي. لا ان شاء الله يشدوا حيلهم، يشدوا حيلهم تاني ويقوموا تاني. وما فيش الولاد لسه صغيرين، لكن مش عايزين يعني مش عايزين نقول يا جماعه الولد لسه صغيرين وبتاع الموضوع يعدي كده. لا، الموضوع لازم يكون في حدود، ولازم يكون في عقاب لكل ما على مستوى اتحاد الكوره. لو في اخطاء احنا اخطانا في 1 2 3، لو في اخطاء من كابتن ربيع كابتن ربيع اخطا 1 2 3، لو ما فيش صوت في الاتحاد الافريقي صوت قوي ضروري يمثل مصر، يبقى احنا يا جماعه اخطانا ان كان في اهمال. لو ما كانش رئيس بعثه متواجد من الاول خالص مع المنتخب يكون ليه صوت موجود على الترابيزه من الاول خالص، لازم نقول الكلام ده كله حصل ليه. فخلينا يعني ان شاء الله باذن الله تكون يعني الوقفه ديت كمان ان شاء الله للفترات اللي جايه يكون في نتعلم من اخطائنا. ولكن انا عارف ان الولاد ان شاء الله هيعدوا المرحله دي، كلهم ولاد لعيبه كويسين هيقضوا ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله يكونوا هم كمان لسه جاي لهم المنتخب الاولمبي يحققوا احلامهم. يا رب أحلامهم. يا رب. في انجاز كمان مصر جامد جدا حصل، يمكن السوشيال ميديا قصص كفاح النهارده بالزبط. يعني صوره النهارده منتشره ما شاء الله في السوشيال ميديا، البيج رامي فخر عرب حقيقي اسمه بيج رامي. النهارده رامي السبيعي بيتوج بلقب مستر اولمبيا كمال الأجسام للعام الجاري، طبعا دي أعلى بطولات اللعبة للمحترفين. النهاردة السبيعي بيتوج باللقب ده وحصل على ميدالية ذهبية وتفوق على ثنائي أمريكي شهير جدا في اللعبة ديت. فطبعا يعني يمكن النهاردة بنتكلم على إيه، بيحصلوا الاتنين دول تقريبا على ميداليات على مدة 7 سنين متتالية، كان يعني إنجاز كبير جدا جدا. وزي ما أنت بتقولي بيج رامي قصة كفاح كبيرة جدا يا جماعة، قصة كبيرة جدا. الراجل تعب كتير جدا، وانتوا عارفين بره الكوره شويه الالعاب الفرديه لازم الناس بتقوم بمجهود اكتر ويعني اكتر من رائع، وبيكافحوا كتير جدا مع نفسهم. ده مثال ودرس لكل واحد، لازم يقاتل على حلمه. يمكن اللي بيحصل او الجائزه ديت كمان عايزين نهديها كمان للولاد بتوع منتخب الشباب. تمسك بحلمك، تمسك بأملك، كافح، اتمرن، وإن شاء الله ربنا هيكرمك. زي ما شفنا بيج رامي بيمتلك يعني دلوقتي ما شاء الله على السوشيال ميديا، يعني لعب رامي قبل كده في بطولة مستر أولمبيا سنة 2013 احتل المركز الثامن، وبعدين في 2014 المركز الثامن، 2014 الخامس، 2015 خد المركز الرابع، و2016 كان دخل البطولة وحصل. يعني عايز أقول لك من 4 سنين متتالية كل سنة بيزيد، يعني المركز السابع، سادس، خامس، رابع، والنهاردة أصبح أول مصري بيحصد هذا اللقب بشكل كبير جدا. فده كمان بنقول له ألف مبروك، ألف مبروك لمصر، الأول دي ميدالية للتاريخ، وكمان مثل يحتذى به كتير من شبابنا. يعني نقول لك مبروك تاني، ومبروك لمصر كلها. مبروك لمصر كلها. احنا خلصنا اخبارنا المحليه، واذا كان يمكن فيها برضو اخبار يعني خبر عالمي يخص رامي، بس صحيح. عندنا اخبار نبدا من نجمنا محمد صلاح من اخبارنا العالميه. يعني في تقارير اعلاميه النهارده اسبانيه تحديدا بتكشف انه صلاح لاعب ليفربول طبعا النهارده بيخطط للرحيل عن نادي بنهايه الموسم اللي جاي، وانه الواجهه المقبله ليه ممكن تكون ريال مدريد. النهارده صلاح هو اللي بيثير الجدل ده بتصريحاته وبحواره مع صحيفه اس الاسبانيه، اللي قال فيها تحديدا لا احد يعلم المستقبل حينما سئل عن انتقاله طبعا لريال مدريد او برشلونه. النهارده يمكن موقع ديفينسا سنترال النهارده نشر انه احد المقربين لصلاح اكد لي
انه ريال مدريد بيتواصل فعلا مع وكلاء اعمال جناح ليفربول المتميز محمد صلاح، وانه في اهتمام كبير جدا من جانب حامل لقب دوري الدرجه الاولى الاسباني في انه يحصل على خدمات صلاح، ويبدو انه صلاح موافق يعني، او على راس كمان اولويات فلورنتينو بيريز رئيس الريال، واللي بيعتبره الحقيقه من افضل لاعيبه العالم. ففي طبعا يعني تقارير زي ما قلنا لحضراتكم بتتحدث انه صلاح نفسه مقتنع ومنفتح على الفكره، على امكانيه انه يرحل عن ليفربول بنهايه الموسم الحالي. هو معتقد طبعا بانه يعني في ريال مدريد ممكن يحقق حلمه ويتوج بجائزه افضل لاعب في العالم، وليه لا، هو قريب منه قوي، قريب جدا، وكان واستاهلها الحقيقه، خلال السنين كان قريب جدا من الحصول عليها. يمكن كل ده اثرته يمكن الحديث اللي عمله صلاح في مجله اس، وكان لاول مره من فترات طويله تحس ان محمد صلاح بيقول اه ممكن وليه لا. يعني كان الموضوع بالنسبه له، في طبعا تاكيدات ان ريال مدريد على تواصل دائم مع وكلاء صلاح، ومهتمين جدا في ريال مدريد بصلاح، ويمكن اعتقد القيمه اللي اتعرضت لغايه دلوقتي حوالي 150 مليون يورو. فاعتقد كمان صلاح ووكلاء اعماله ممكن يكون ده السيزون الاخير في ليفربول. انا في رايي الشخصي 4 سنين في ليفربول اعتقد مده كافيه جدا. صلاح كسر كل الارقام القياسيه، ممكن يكون حلم جديد، وحلم جديد لصلاح انتقال للدوري الاسباني لنادي من افضل الانديه على مستوى العالم، وممكن تكون ان شاء الله خطوه لصلاح انه يحقق اللقب الغالي واللي كلنا مستنينه، يكون صلاح في يوم من الايام احسن لاعب في العالم. طيب نروح بقى لحدث تاني مهم جدا النهارده. الاسطوره الارجنتيني ميسي بيبعت رساله شكر وامتنان للايقونه البرازيليه بيلي، بعد ما بيلي طبعا هنى ميسي على معادله رقمه القياسي في عدد الاهداف مع فريق واحد. كان ميسي طبعا بعد ما سجل هدف برشلونه في فالنسيا عادل الرقم القياسي التاريخي لبيلي كأكثر من سجل أهدافا بقميص نادي واحد في تاريخ كرة القدم. قال ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: شكرا جزيلا لك على رسالتك العظيمة بيلي، لقد كان لطيفا جدا حقا، وكان رؤية من كلماته تأتي من شخص بعظمة هذا اللاعب الكبير بيلي، أرسل لك عناقا كبيرا. عارفين بيلي من يوم السبت اعرب من خلال طبعا اعجابه الكبير بميسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ما تمكن طبعا مهاجم فريق برشلونه بهدفه في شباك فالنسيا من معادله رقم القياسي كاكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف لفريق واحد ب 643 هدف. اكد بيلي طبعا الحائز على بطوله كاس العالم 3 مرات مع طبعا مع منتخب البرازيل على حسابه انستغرام، حاطط صوره يعني صوره لبيلي وصوره لميسي طبعا، وكان في علاقه طيبه جدا بين الصورتين، ويحتفل باحد يعني الاثنين كانوا بيحتفلوا باحد اهدافهم، وحكايات بيقول حكايات مثل حكاياتنا الخاصه بحب نادي معين والتعلق به لفتره طويله للاسف سوف تكون يوما من الايام نادره في عالم كره القدم، انا معجب بك كثيرا يا ميسي. كل ده طبعا بيلي بيهني ميسي على معادله رقمه القياسي. التاريخ بيعيد نفسه. طبعا دي حقيقه، دي حقيقه. النهارده كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس النهارده بيتسلم جائزه القدم الذهبيه اللي فاز طبعا بيها مطلع الشهر ده في نسختها ال 18، وهو حصد اصوات يمكن اكثر من ميسي وليفاندوفسكي وصلاح نيمار وراموس اجويرو صح؟ جورجيو كليني بيكيه وفيدال. يمكن النهارده هو تفوق على هذه الاسماء وفقا للموقع الرسمي ليوفنتوس النهارده، فرونالدو بيتسلم الجائزه دي. انتوا عارفين انه الجوائز دي بتقدم في احتفاليه عالميه، النهارده بيحصل عليها خلف الابواب المغلقه بسبب يعني اقول ايه؟ لا طبعا يعني بسبب كورونا طبعا، ويعني ادي عليه اقول ايه كورونا؟ خلاص مفيش يعني خلاص سنه يعني الحمد لله ربنا يعديها على خير ان شاء الله. كانت احسن حاجه فيها التسعه يا اهلي، بس الحمد لله يعني عدت على خير، عدت على خير. فيها ستر وفيها حاجات كتير الحمد لله. النهارده وفيها إيه؟ كمان حاجه كويسه واحنا بنتكلم دلوقتي، احنا إيه؟ احنا قلنا الثلاث اخبار اللي فاتوا عن ميسي وعن صلاح وعن كريستيانو. نتكلم على ثلاث قامات، لو الناس بترجع بس بذاكره كده يمكن 5 سنين أو 6 سنين لورا، مين كان يتخيل ان ممكن واحد لعيب مصري يقارن برونالدو وميسي؟ دلوقتي محمد صلاح بيكسر هذه الارقام. رايب. مين يتخيل ان كان في يوم من الايام واحد مننا من وسطينا يطلع ويرشح لاحسن لاعب في العالم؟
مين يصدق الكلام ده؟ كل دوت يا جماعه احنا بنتكلم دوت عشان نكون رساله حتى للاولاد اللي سامعيننا، طموحك واصرارك والعمل والالتزام هي دي سمه صلاح. فباذن الله كل التوفيق لمحمد صلاح في مشواره، اذا كان هيروح ريال مدريد اي نادي ان شاء الله متاكدين ان هيحقق نتائج اكتر من رائعه. وباذن الله ده كمان زي ما بقول لكم مهم جدا ان صلاح يكون امل للولاد اللي جايين والاجيال اللي جايه ان احنا عندنا كمان مواهب وعندنا، لكن الاصرار والعزيمه والعمل هو دوت الثلاث حاجات اللي ممكن توصلك للنجاحات الكبيره. اللي تخلق 1000 صلاح. صحيح. اللي تعمل 1000 محمد صلاح. صحيح. في كل حاجه يعني، احنا لسه بنتكلم على رامي. طبعا. هو فخر جديد لمصر وللعرب كمان. فقرتنا خلصت، بعد الفاصل هنستقبل الكابتن الكبير حكيم شاكر في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير، فقرتنا الحواريه الاولى يعني مع واحد من الشخصيات الكبيره جدا في عالم كره القدم. النهارده مشرفنا واحد من الكباتن، صحيح يعني بيتنا الكبير بيجمع المصريين والعرب. النهارده ضيفنا هو اسطوره عراقيه، مدرب صاحب تاريخ، واحد يعني يمكن هو صاحب انجازات عديده جدا، مدرب تاريخي للمنتخبات الوطنيه العراقيه، هو الاستاذ والقائد هو المدير الفني حكيم شاكر ابن العراق الشقيقه والحبيبه، العراق التاريخ الحضاره، العراق الحاضر والمستقبل. برحب بحضرتك ومنورنا في البيت الكبير. يعني النور نوركم اولا، والبيت كبير يبقى بوجود مصر واهل مصر حقيقه. وانا يعني من حسن حظي انه الانتقاله مالتي جت لمصر وكاني في العراق. لذلك امسي عليك وامسي على اخوي الكابتن هاني رمزي منورنا. وعلى كل جمهور البرنامج وخاصه الاهلي القرن، اهل البطولات، اهل الانجاز. منورنا يا كابتن، منورنا يا وشرف كابتن. كبير ان حضرتك تكون موجود معانا في البيت حقيقة. الكبير. وزي انت بتقول ان البيت الكبير بيت النادي الاهلي مش بس بيضم الشخصيات العظيمه على مستوى المحلي لكن على المستوى العربي، وحضرتك قامه وتاريخ كبير جدا جدا مشرفنا هنا في البيت الكبير. عندنا حكايات كتيره جدا، عندنا روايات كتيره جدا هنحكيها مع حضرتك وحضرتك تحكي لنا التاريخ الكبير لحضرتك، لكن معانا طبعا تقرير عن الكابتن الكبير حكيم شاكر المدرب التاريخي على المستوى الكرة العراقية. حكيم شاكر العزاوي مدرب من ذهب، من مواليد الأول من يناير عام 1960 بالعاصمة العراقية بغداد، ويعتبر المدرب التاريخي للمنتخبات الوطنية العراقية بمختلف فئاتها العمرية، بل وكثير من الأندية العراقية والعربية. ويكفي أنه المدرب العراقي الأول بل والوحيد الذي قاد 3 منتخبات وطنية عراقية في نفس الوقت، المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي وكذلك منتخب الشباب تحت 20 سنة في عام 2012-2013. كما حصل شاكر على جميع الشهادات العليا وكذلك الأكاديمية في عالم التدريب. كان حكيم شاكر لاعبا مهاريا فذا، انضم لنادي الطلبة العراقي مواسم 78-79 80-81، ثم انتقل ليلعب باسم نادي الشرطة، وفي نهاية موسم 83 تعرض للإصابة ليقرر الاعتزال وهو في ريعان شبابه بعمر 24 عاما، ليقرر الدخول في عالم تدريب كرة القدم ويتولى القيادة الفنية لنادي الجيش الذي حقق معه بطولة كأس العراق موسم 94-95 ووصيف بطولة الدوري، كما تولى القيادة الفنية لنادي القوة الجوية وحقق معه بطولة القدس الدولية عام 1999. وفي عام 2006 تولى المهمة الفنية لنادي أرارات وحصل معه على كأس كردستان، كما تولى قيادة العديد من الأندية مثل سمراء ثم صلاح الدين ثم الاستقلال ثم الدفاع الجوي ثم الشرطة ثم الطلبة ثم الزوراء.
وعن مسيرتي التدريبية مع المنتخبات العراقية فحدث ولا حرج. ففي عام 2011 تم تعيين حكيم شاكر مدربا للمنتخب العراقي تحت 20 سنة، ونجح في التأهل لنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة في تركيا، وقاد العراق للتأهل لنهائيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم. وفي عام 2012 تم تعيينه مدربا للمنتخب العراقي الأولمبي، وقاد الفريق وقتها للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة. وفي يناير 2013 قاد حكيم شاكر المنتخب العراقي الأول لنهائي خليج 21 بعد 4 انتصارات متتالية، وقدم المنتخب العراقي وقتها مستوى عالي في البطولة، لكنه خسر من الإمارات في النهائي. وفي 8 فبراير عام 2013 قرر حكيم شاكر التركيز مع منتخب العراق تحت 20 سنة في بطولة كأس العالم 2013 بتركيا، حيث حصل المنتخب العراقي على المركز الرابع لأول مرة في تاريخه. وبعد انتهاء البطولة عاد شاكر من جديد لتدريب المنتخب العراقي الأول. وفي 29 نوفمبر عام 2014 رحل شاكر عن قيادة المنتخب العراقي بعد الخروج من دور المجموعات بخليج 22 ليتولى تدريب نادي السويق العماني، ويحصل معه على بطولة كأس عمان عام 2017 وعلى لقب الدوري العماني عام 2018. وكان نادي الزوراء آخر ناد يتولى قيادته الفنية في موسم 2019-2020، وحصل معه على بطولة كأس العراق واحتل وقتها المركز الثالث بالدوري العراقي. أما عن أبرز المحطات الكروية والألقاب مع المنتخبات العراقية بمختلف فئاتها العمرية، فقد حقق حكيم شاكر مركز الوصيف بكأس الأمم الأسيوية للشباب عام 2011-2012، والمركز الرابع ببطولة العالم للشباب عام 2013 في تركيا، وحقق معه بطولة آسيا الأولمبية دون 23 عام في مسقط 2013-2014، ومع المنتخب الأول حقق وصيف بطولة غرب آسيا في الكويت عام 2013 ووصيف بطولة الخليج 21 في البحرين 2012-2013، وثالث دورة الألعاب الأسيوية في كوريا الجنوبية عام 2014، وثاني مجموعة التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا عام 2015. رجعنا طبعا مع حضراتكم الكابتن الكبير حكيم شاكر. تاريخ كبير جدا يا كابتن، تاريخ كبير على المستوى المنتخبات باختلاف انواعها، يعني منتخبات شباب، منتخبات اولمبيه، حتى على المستوى الثقافه التعليميه والاكاديميه بحصولك على شهادات كبيره جدا على مستوى التدريبات. هنيجي لكل دوت، لكن واحنا بنتفرج على التقرير شفنا صوره ليك مع الكابتن جوهري، فبقول لك يعني كمان ليك ذكرى مع الكابتن جوهري، فقلت لي لا دي حكايه تانية خالص حقيقه. يعني انا اولا اشكركم حقيقه، يعني ما شفت من بدايه البرنامج يدلل على انه انتم ذاكرين زين بحكيم شاكر، وعندنا مهارين شاطرين قوي، وانت مادك كبيره وتاريخ كبير يعني، بس مش زي تاريخك يا سيدي. ربنا يخليك يا استاذ كابتن هاني. المهم قصه الجوهري لا زالت في قلبي، في قلبي وفي عقلي. هذا الرجل الكبير اللي ترك شيء كبير في داخلي من حزن حقيقي. الجوهري كان في عام 2010-2011 كان مدير او مشرف اي ما شاء الله، يعني تحيه للمصور مالها، يعني اللي اخذ هيك لقطه وكانه كان يعلم بما ساقوله الان بحق هذا الرجل. هذا الرجل بالرغم انه انا عامل في كره القدم، وانا وانت نؤمن ان كره القدم لا تؤمن بالتوقعات، حقيقي طبعا، لكن هذا الرجل اجبرني انه اؤمن بمساله التوقعات. يعني في هذه الصوره كنت انا مدرب منتخب شباب العراق، وكان هو مشرف على الكره الاردنيه في تلك الفتره، وكانت عندنا مباراه مع المنتخب شباب الاردن، فزنا على منتخب شباب الاردن، وكان فريق شباب الاردن معد اعداد خاص، يعني المملكه كلها واضعه ثقتها بهذا الجيل ان يكون في نهائيات آسيا. الحقيقة فزنا على الفريق، فزنا تقريبا 3-1 كانت النتيجة، وبعد المباراة
أنا من بعيد كنت أباوع، شفت فد هيصة وهوسة، ويعني الناس انجمعت، ومن ضمنهم كان حتى الأمير علي متواجد مع الجهاز الفني، صار فد إرباك أنه كيف الفريق الأردني خسر على أرضه أمام الفريق العراقي اللي كان عملية إعداده وعملية استعداده مو بقيمة إعداد واستعداد صحيح. الفريق الأردني. لكن الجوهري الله يرحمه برحمته الواسعة إجا علي أخذني من إيدي، أنا كنت يعني أتكلم مع اللاعبين مالتي، فأخذني من إيدي قال لي حكيم، يعني بدون كابتن حكيم وهو على عيني وراسي، قال لي حكيم تعال معايا، أخذني من إيدي وكان معايا رئيس الوفد، كان في تلك الفترة المرحوم هادي عضو الاتحاد العراقي المركزي الله يرحمه برحمته الواسعة، فأخذنا ورحنا وجابني على الفريق الأردني، قال لهم أنتوا ليش تبكون اللاعبين الأردنيين، أنتوا ليش تبكون؟ قالوا له إحنا شلون خسرنا والأمير قاعد وبأرضنا وهاي، قال لهم راح أقول لكم شيء عن هذا الفريق وعن هذا المدرب. هذا الفريق الله شاهد يا كابتن هاني، والله الآن يعلم أنه هاني جداحش وللتاريخ. البطولة كانت التصفيات الآسيوية، نخلص التصفيات نروح للنهائيات، يعني بعد ورانا تقريبا سنة ونص، لسه مشوار طويل، سنة ونص بالضبط. فقال لهم أنتوا ليش مستغربين، يعني ليش ده تبكون وليش منقهرين؟ هذا الفريق العراقي ما راح يخسر مع فريق لا بالتصفيات ولا بالنهائيات، راح يكون أمامه فريق مرعب بقيمته اللي هو الفريق الكوري الجنوبي، وذول الفريقين واحد راح يخسر الآخر، وين ما يلتقون واحد من عندهم يغادر، بس هذول راح يصفون الفرق ويلتقون بالنهائي، واحد من عندهم يفوز بضربات الجزاء كمان بالنص، والله يعني وأنا جايب نية بمصر يعني شيء خرافي. أنا بساعتها يعني طبيعي ساعتها هتقول يعني في مجاملة جامل الله يرحمه برحمته الواسع. راحت الأيام، جت الأيام، لعبنا الافتتاح إحنا وكوريا الجنوبية، تعادلنا 0-0، تعرف نقطنا هم نقطة وإحنا نقطة وصرنا بالبطولة، شاءت الأقدار التقينا بالنهائي البطولة، إحنا فايزين على المنتخب الكوري لحد الدقيقة بعد التمديد، 7 دقائق أعطى الحكم إحنا فايزين، 7 دقائق و20 ثانية سجل الفريق الكوري يعني هدف التعادل، 97 لا 97 و20 ثانية سجل الفريق الكوري هدف التعادل، تعادلنا، تمددت المباراة ورحنا ضربات الجزاء والفريق الكوري فاز علينا ضربات الجزاء. فعلا بالله ده يعني اللي خلى حضرتك تؤمن بمقوله انه في توقعات في كره القدم، في كره القدم يعني هذا الرجل الخبير هذا الرجل اللي كان مدرسه في عالم كره القدم علمني شيء، انه اسمه عليك ان تتوقع لكن بالمقابل عليك ان تتمنى وتعمل من اجل صحيح. النجاح صحيح. لذلك بهاي الفرصه وهاي المناسبه اللي أنا ذكرت بها أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون مثواه الجنة، وأني رحمة برحمته الواسعة أن ينترك بذرة رحمانية في قلوب كل من عرف الجنة. يا رب إن شاء كابتن الله. حكيم يعني برضو لقب المدرب التاريخي ده أكيد ما بيجيش من فراغ، أكيد في شغل، في مجهود عمل نعم. على المستوى الفني وعلى المستوى الأكاديمي في عمل وفي جهد كبير قوي. عايزة حضرتك تحكي لي عن تجربتك دي، لأنك كمان من الكباتن الوحيد اللي قاد ثلاث منتخبات بنتكلم على المنتخب صحيح. الاول والاولمبي والشباب 12-13. شوفي في شيء مهم علينا ان نقتنع به، في اي بلد وفي اي مكان تجد مجموعه رائعه من المبدعين. يعني احنا هسه الان من نجي نفتش في مصر نلقى عباقره التدريب من حسن الشحاته وامشي بعد يعني عددي، من تروحين للجزائر تلقين جمال وتعددين، يعني في اي بلد موجود صحيح. أنا جيت خلفت كبار المدربين العراقيين المرحوم عمو بابا. عمو بابا يعرفه كابتن هاني طبيعي. ترك بصمة كبيرة في كل مجالات كرة القدم وترك أيضا ترك يعني جيل يذكر عمو بابا، يعني من تقولين أحمد راضي تقولين عمو بابا، من تقولين حسين سعيد ودول كلهم كانوا عصر كابتن هاني. من إجيت قلت أنا لازم أجيب شيء جديد في كرة القدم. كرة القدم الآن أصبحت هي مجموعة علوم، قبل كان يقولون كرة القدم هي علم، لكن الآن كرة القدم مجموعة علوم صحيح. ادخلت مجموعة علوم في كرة القدم من أجل أن يكون المدرب ملم أو معاه جهاز فني متكامل من الناس اللي يعملون في كرة القدم، معاه محللين فيزيائيين، معاه محللين كيمياويين، معاه علماء رياضيات، معاه علماء طب. لذلك
أنا فكرت كيف أدخل للاعب العراقي من أي باب في سبيل أن أوصل. أنت من تجين تعملين خلف حسن شحاتة عليك أن تأخذين كأس العالم، لأن حسن شحاتة أخذت بطولة أفريقيا 3 مرات وبتفوق. أنا جيت خلف عمو بابا، وعمو بابا تارك بصمة كبيرة من تقولين كرة القدم، يقول لك عمو بابا بالعراق. كيف أنا أدخل بعد عمو بابا؟ كيف أدخل بعد يعني المدربين الكبار اللي تحجز يتوجهوا. لنفسك مكان، مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. وذلك لقيت في مجال في كرة القدم أنه يجب أن أدخل علم النفس الرياضة. وعلى فكرة أنا دكتورة بديت فترة علم نفس، علم نفس رياضي، علم النفس الرياضي، علم النفس الرياضي. كانت الماجستير مالتي بالتحليل، وبعدين رحت على الدكتوراه في عملية علم النفس الرياضي. فحاولت أن أدخل للاعبين من هذا المجال كابتن هاني، كيف أوصل لقلب اللاعب، كيف أوصل لذهنية اللاعب، كيف أخذ ما أريده من اللاعب بحالة بضغط قوي وبروح طيبة. صحيح. كيف أحسسه أنه أنا أبوه، أنا المسؤول عنه، وأنا أفرح باللي حصله هو المدرب. بعدين كابتن هاني أنت تعرف وسهام تعرف أنه المدرب أناني، يريد ينجح، يفعل كل شيء من أجل النجاح. لذلك أنا جيت بشيء جديد للكرة العراقية. ده كان أول مدرب يخش بهذه النوعية من الثقافة، الثقافة النفسية، النفسية أحسن، مع التعامل مزجت مع اللاعبين، مزجت بين التكتيك وبين أساليب طرق اللعب، ومن ثم التعامل النفسي. ولذلك احنا كنا في ظرف كابتن هاني في العراق، ظرفنا كان جدا صعب. صعب يعني يعني أنت مثلا تمشي بالشارع، أنت رايح للتمرين تباوع تشوف سيارة منفجرة، تمشي بالشارع تلقى يعني الله لا يعود. هذه الايام صعبه، دي بتصعب مهمتك كمان، لان انت بتحاول بقدر الامكان انك ما تشتغلش بس على النواحي الفنيه، لا ده في يعني الاجواء الخارجيه عليها عوامل كبيره جدا جدا. يعني الفرامزي يقول عنده مقوله شهيره، يقول لاعبي كره القدم هم خليط متجانس من المجتمع. هي. كل واحد بيهم ينقل البيئه اللي عايش بيه. ولذلك انا تجابهت بشيء، يعني انا اجي احكي مع اللاعب، اللاعب صافن من يابا، انت ليش صافن؟ ليش ما مركز؟ ليش سرحان يعني؟ سرحان يعني يقول لي مش مركز انا. عفوا بعض المصطلحات. لا سرحان انا معك، انا انت تعرف. فجيت من احكي مع اللاعب، اللاعب بعيد عن فكري وعن طيب انت ليش جاي تتدرب وانت شايل الهم وشايل، انت الان امام قضيه اسمها العراق، انت كيف الان انت مؤمن انه العراق ده يمر بظروف صعبه؟ طيب اذا احنا بقينا على هذا الوضع العراق ما راح ينتج، العراق ما راح ينجح، عليك ان توضع ايدك بايدي حتى نوصل رساله انه احنا العراقيين قادرين نتخلص من. ولذلك دخلت بهذا المدخل ووصلت مرحله انه كيف اخلي اللاعبين تدري بهذيك اللحظه كانت اكو تفرقه بين اللاعبين، هذا منتمي لهاي الفئه، هذا منتمي لهاي الفئه، ومع الاسف كثير من الناس عملت عليها من اجل ان يتفرق الشعب العراقي، لكن احنا الحمد لله ودخلت في كره القدم، دخلت وده دخل في كره القدم. ولذلك انا سويت حاولت ان اضرب هذه النقطه من خلال التلاحم، يعني مثلا قمت اجيب حكيم وهاني، هذا مثلا من الشمال هذا من الجنوب، اخليهم ينامون سوا، اجبرهم ينامون سوا، اجبرهم ان يكونون يطلعون سوا. سويت مجموعه متناسقه، وعندنا مبدا في منتخب الشباب عليك ان تلاحهم يلعبون، ما يهمك انه جابوا نتيجه او ما جابوا نتيجه. أيه. لكن انا رحت بجانب مهم انه احصل على الانجاز واهل الموجودين معاي للمستقبل. مستقبل طبعا. يعني انا ومشكور السيد حسين سعيد والسيد ناجح حمود كانوا رؤساء الاتحاد في تلك الفتره، عملت معاهم وكان هدفنا كيف نبني استراتيجيه طويله الامد للمستقبل. ولذلك خبرت اللاعبين قلت لهم احنا مو فقط بطوله اسيا عندنا، احنا عندنا بعد كاس العالم، اذا الله وفقنا واخذنا بطوله اسيا راح نروح لكاس عالم، واذا رحنا كاس العالم راح نروح للاولمبي، واذا رحنا للاولمبي راح نروح للاول. فانتم راح تكونون معاي وراح تكونون جيل، فعليكم الان ان تكونون قريبين علي وانا اكون قريب عليكم، نوصل لاهدافنا. والحمد لله المدرب التاريخي جت من عمليه النقله النوعيه اللي صارت، حققت نتائج وحققت جيل. كابتن هاني تعرف انت صعب انه تحصل على بطوله وتقدم 24 لاعب يلعبون منتخب
صعب جدا، 6 سنوات متتاليه. صحيح. صعب. يعني طبعا. انت اذا كنت تريد انجاز فعليك انه ما تفكر بالجيل، وخاصه بالاوضاع اللي بالاوضاع اللي احنا طبعاً عايشيها. فانا سويت سيهان، جبت المجموعه، اخذت بطوله اسيا، واخذت يعني تعرف كاس العالم انجاز طبعا. يعني انا اوجه الان التحيه والدعاء الى اخويا ربيع ياسين، اللي الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعافيه ويعافي اولاد اللاعبين. وعلى فكره ربيع واحد من المدربين المصريين اللي يعرف شلون يتعامل مع اللاعبين، وشفته في كاس العالم بالرغم انه كانوا متقدمين علينا وفزنا عليهم في مباراه كانت دراميكيه جميله في كاس العالم. طبعا. حلوه كانت دي صوره كاس العالم، هاي كاس العالم هاي اللي فزنا بيها على مصر، امن مصر، امن منتخب مصر. الحمد لله. فطبعا تربيه الاجيال ديت زي ما انت بتقول هو خد مجهود كبير جدا من حضرتك، وكان انا في رايي الشخصي انك اتعاملت بشكل اكتر من رائع، انك شلت الضغوط من اللاعبين، انتوا بس مش في مهمه خاصه، ده انتوا عندكم مهمه قوميه وطنيه، وفي يعني الاجواء اللي حواليكوا توحيد لهدف واحد، انك تقول اكنه بالظبط جندي في حرب، انت شغال كجندي في حرب وبتعد جيل كامل على مستوى عالي جدا، وهذا اللي صار. لكن يعني في وقت واحد 3 اجيال متتاليه، منتخب شباب واولمبي ومنتخب اول، يعني كانت خطوه صعبه، صعبه ومستحيله. يعني انا كيف هي صارت الانتقاله كابتن نهان؟ صارت الانتقاله بعد ان الفريق العراقي، المنتخب العراقي مر في أسوأ حالاته. جيل 2007 انتهى، يعني انتهى عصر يونس وانتهى نشأة وانتهى، كبروا خلاص وبقوا في مرحلة سنية، كبروا. فزيكو في تلك الفترة أبعد كل هاي المجموعة. كنا في فترة انتقالية، أنا كنت في منتخب الشباب وكنت أباوع يعني أراقب المنتخب الأول بقيادة زيكو ساعتها. زيكو كان مدرب، جابوا بعد زيكو مدرب برودافيتش صربي يمتي من المدرسة الصربية، ما قدر يطول شهرين يعني لأنه الجيل تغير، والجيل من أنت تأخذ بطولة عليك الآن، من تأخذ بطولة أن تستمر بالبطولة أو تأخذ بطولة أعلى من البطولة. صحيح. اللي أنت أخذت، وإذا الفريق العراقي يعمل دروب مو طبيعي مع فرق الجوار، مع المنتخبات الجوار بدأ يخسر، فصارت شكوك حول المنتخب الوطني حتى بعملية الوصول لنهائيات آسيا. من سوء حظي أنا كنت مدرب منتخب الشباب في كأس العالم، وكان في كأس العالم أنا حدثت ثورة حقيقة في كأس العالم، لأول فريق عربي كان معنا الأشقاء المصريين، وكنت أتمنى أن يتأهلون معنا، وكنا قاعدين في نفس الفندق، والله من كان يفوز الفريق المصري من فاز على الفريق الإنجليزي أنا كنت فرحان أكثر من ربيع، لأنه خلاص أتأهل معاي فريق عربي، هدف واحد. لكن الحمد لله أنا كملت وحدي بعد أن خرجوا كل فرق آسيا وكل فرق، بقينا احنا وغانا يمكن من افريقيا، من اسيا وافريقيا، والباقيه كلها كانت دول امريكا الجنوبيه. فالحقيقه جابهت مشاكل كثيره وتقاطعات كثيره، يعني اولها انه عليك ان تترك منتخب الشباب. طيب كيف انا اترك منتخب الشباب؟ منتخب الشباب واصل نهائيات كاس العالم، كاس الفريق العراقي راح يوصل نصف نهائي. هو عشان بس الناس تفهم حضرتك، كان ممكن جدا تروح تمسك المنتخب الاول، بس عليك انك تسيب منتخب الشباب. اسيب منتخب الشباب. أوكي. فانا قلت لهم يا ابا خلنا نخلص المهمه، اخلصها وبعدين انا انتقل لمنتخب الشباب. انا كنت مؤمن انه اذا اروح لمنتخب الشباب يجب ان اخذ المجموعه، بس كانوا صغار اللي كان بيها علي عدنان، وكان بيها همام، وكان بيها سيف، وكان بيها المجموعه الان اللي تلعب دلوقتي. المجموعه الان اللي تلعب بالمنتخب. خلصت البطولة، بعد أن خلصت البطولة بحوالي يمكن 4 أيام 5 أيام قالوا لي عليك أن تلتحق مع المنتخب الوطني. كانت أكو بطولة غرب آسيا قبل بطولة الخليج. غرب آسيا فيها سوريا وفيها لبنان وفيها الكويت وفيها السعودية، يعني فيها منتخبات، فيها عمان، والفريق العراقي في وضع مقلق، يعني المدرب اللي راح يروح، المدرب زيكو وبرودافيتش عافوا الفريق، لأن بالتصفيات مع آسيا كان أوضاعهم خطرة، ما يتأهلون لبطولة آسيا. تعرف بالعراق زي مصر، المنتخب إذا ما يتأهل صعب، يعني بطولة آسيوية وبطولة أفريقية. فصارت صارت أنه أنا لازم أروح لمع، رحت مع المنتخب بغرب آسيا، ولقيت المنتخب عبارة عن فريق متفكك، فريق عناصرة متباعدة، فريق عناصرة مو كل اللاعبين يستحقون يكونوا متواجدين، مشاكل كثيرة فأنا قلت لهم منا وضعت الاستراتيجية، قلت لهم يا أبا علينا الآن أن نوضع استراتيجية. الله شاهد، وكان رئيس الوفد في تلك الفترة الأخ علي جبار نائب رئيس الاتحاد، فقلت له ممكن في المحادثة مع رئيس الاتحاد أنه أنا أستلم المنتخب، بس عندي شرط
انه انا اقود المنتخبات الثلاث، يعني انا اسير الاستراتيجيه للمنتخب. صحيح. وان شاء الله ان شاء الله في عام 2018 انا العب نهائي، العب في بطوله كاس العالم اذا خليتوني اسير بهذا البرنامج. انا اوصلكم قال زين شلون راح نقدر نشتغل؟ قلت له نشتغل كالتالي. الان الفريق احنا شفناه بغرب اسيا، احنا صح وصلنا نهائي، وصلنا نهائي، بس الفريق ما كان مقنع. كابتن هاني انت تعرف انت رياضي وانا رياضي ولاعبين وعلى مستوى في كرة القدم، نقرا الفريق طبعا نشوف الفريق. مش على المستوى الطويل ممكن يديك نتيجة دلوقتي، لكن على مشوار طويل. لكن معنا تليفون مهم أنا تقريبا. انا عايزه بس يعني جبت سيره يعني واحد من النجوم اللي يعني اللي كانوا طبعا اضافه في او يعني ساهموا بشكل كبير في تكوين المنتخب العراقي، معنا على التليفون الكابتن يونس محمود. أوف. اهلا بيك يا كابتن يونس. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك. ولسه بنتكلم مع واحد من اساطير التدريب في عالم كره القدم في الوطن العربي وخاصه في العراق. بنتكلم يعني الى اي مدى حققتوا هذه الانجازات يا كابتن يونس؟ طبعا وطبعا بنتكلم في ظروف خاصه جدا بيمر بها الشعب العراقي الشقيق. طبعا طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي اليك كابتن هاني. اهلا بيك يا ملغوني موجود. اهلا بيك كابتن حكيم شاكر. اهلا بيك يونس. الاستاذ والاخ، تحياتي لكل جمهوركم. اهلا بيك. اهلا بيك منورنا على قناه النادي الاهلي. الله يخليك، نورك هذا نورك. اكيد هذه قلعه من القلعات الكبيره في العالم العربي، اكيد نتشرف فيها. تفضل يا كابتن. نتكلم بالنسبه للحديث اللي يدور على بالنسبه للمنتخب وايضا كابتن حكيم شاكر، اعتقد الكل يعرف ان ظروف البلد اللي مرينا فيها ظروف صعبه وظروف استثنائيه، لكن الحمد لله لدينا طاقات ولدينا اساتذه يعني قدروا يقودون حتى لو شيء بسيط يحافظون على سمعه الكره العراقيه واسم الكره العراقيه. انا الان سمعت الكابتن حكيم يتكلم على المشروع اللي كان مخطط له. طبعا هذا المشروع انا كنت من ضمنه، يعني من ضمن خطط الكابتن حكيم شاكر رئيسي. أنا اعتزلت من ضمن المشروع الرئيسي. أنا اعتزلت في 2014 بعد مباراة اليابان. نعم. كانت المباراة، وبعدها كابتن حكيم بال 2015 طلب مني بعد استلام المنتخب، طلب مني أن أعود للمنتخب لأن كان عنده مشروع. يعني كنت طلبت منه الضمانات، الرجال أعطاني كل الضمانات اللي يعني أنه تعطون لاعب كبير من يبتعد او التسطير شويه صعبه بها، لان تعرف ان الجماهير ممكن يتقبلها وما يتقبلها. نعم. اعتقد كانت مجازفه من المدرب، لكن المدرب كان عنده رؤيه والحمد لله احنا كنا قدر المسؤوليه، لكن بالاخير بالاخير شويه صارت بعض التخبطات من الاتحاد وصار ما نقدر نقول مؤامره، وانما صار اتفاق ابعاد الكابتن حكيم، لان كابتن حكيم كان مخطط يصعد كاس العالم. وفعلا التخطيط كان في مساره، لكن في الخليجي اعتقد خليجي 20 اللي صار بالسعوديه 22 22 خليجي 22 لك التواريخ مو زين بها صاير 22 اللي صار بالسعوديه. نعم. صارت هناك بعض الارباكات والثقه، كان هناك في اشكال مع رئيس الاتحاد مع الكابتن حكيم شاكر لامور شخصيه هي اثرت على المنتخب، وفعلا كان تخطيط انه نصعد كاس العالم 2018 وهذا كان مخطط له، لكن الفرصه راحت ببعض المهاترات اللي صارت، وكان صار ابعاد كابتن حكيم شاكر وحتى ابعاد يعني من المنتخب. لكن اعتقد ان الكره العراقيه الحمد لله ولاده بدات تتعافى كمان كابتن يونس. بدات تتعافى كمان في التعافي. واحنا يعني انا كمان كان ليا نصيب حتى العب ضد المنتخب العراقي سنوات طويله. يعني بتقدموا كره جميله والكره العراقيه بتقدم نجوم كبيره جدا على مر التاريخ، لكن هاخد من كلامك ان كمان لغايه دلوقتي في المنطقه العربيه بشكل كبير بنفتقد اللونج تيرم بلان، ان انت تحط خطه لمده 10 سنين وتمشي على الخطه دي مهما كان، ممكن جدا تقع في النص او يبقى في اخفاق في النص
شويه، ولكن الالتزام بالخطه اكيد هيوصلك للشكل النهائي. والكابتن حكيم كان عنده يعني عنده رؤيه فنيه كبيره جدا. انت طبعا لعيب كبير خدمت المنتخب العراقي بشكل كبير، يعني تقول ايه بقى على الكره العراقيه من دلوقتي خلال 10 سنين؟ وده مهم بالنسبه لنا كمان كمصريين، احنا بنحب طبعا العراق جزء مننا. الكره العراقيه من خلال وجود الكابتن حكيم تقول رايحه لفين خلال ال 10 سنين اللي جايه؟ طبعا اعتقد الان الوضع اختلف في العراق، يمكن الكابتن حكيم يعرف هذا الموضوع. الان هناك اجراءات في استخدام مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي، هناك رؤى ثانيه، هناك اتفاق بين جميع الاطراف انه خلص بعد ماكو الامور الشخصيه، الان فقط المنتخب العراقي. واعتقد كابتن حكيم دا يشوف الاجراءات، نعم ممكن تصير هناك قرارات غير جيده، هناك بعض الامور الجيده يعني من ضمنها اليوم ماري كنت قاعد مع رئيس الاتحاد المصري وايضا وزير الشباب والرياضه عدنان الدجاج والاخ اياد بنيان، فاعتقد هناك رؤيه ده نشارك فيها حتى الدول العربيه. تعرفين ان يعني بعض البلدان يعني مثل مصر، عندك السعوديه، عندك الامارات، كثير من الدول اللي موجوده عندهم الخبرات اكثر منا، ده نستفاد منهم انه يخدمونا في مشروعنا اللي دمقود به الرياضه العراقيه. فانا اعتقد القادم راح يكون افضل للرياضه العراقيه، وان شاء الله يعني اكيد كابتن حكيم هذا الموضوع، وان شاء الله راح تشوفون غير بالنسبه للرياضه العراقيه في قادم الايام. ان شاء الله كل التوفيق. وبس عايز اعرف منك انت كمان على المستوى التدريبي وعلى المستوى الاداري، يعني انت كابتن كبير ولاعب كبير، هل تفكيرك على المستوى الاداره الفنيه ولا على مستوى الاداره نفسها، او هتخرج يعني شكلك رايح فين في المنظومه الكرويه في العراق ان شاء الله؟ صراحه انا بعيد عن التدريب، لان اشوف نفسي بالاداره اكثر. بالاداره يعني انا احب العمل الاداري اكثر والتنظيمي، وكابتن حكيم يعرف انا حتى بالمنتخب ما كنت يعني عندي رؤى، الحمد لله رؤى جيده وعندي خبرات استفاديت منها اكيد، وايضا عندي علاقات جيده خارجيه خارج العراق وداخل العراق اللي ممكن افيد بها الرياضيين اكثر ما اني اذهب الى التدريب، احس نفسي بالاداره. الاداره ان شاء الله، ان شاء الله يعني المكتب التنفيذي الجاي راح ارشح عليه واكون ان شاء الله متواجد. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق يا يونس. كل التوفيق وشكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. كابتن الكبير طبعا يونس محمود. احنا النهارده واحنا بنتكلم يمكن حضرتك ذكرت اكتر من مره سيره كابتن جوهري رحمه الله عليه، كابتن حسن شحاته في مجال طبعا التدريب، وحضرتك طبعا واحد من نجوم التدريب الكبار في الوطن العربي. لما بنيجي نتكلم ايه الفرق بين الكوره المصريه والكوره العراقيه؟ يعني حتى حضرتك كنت يعني بتستشهد بتجربه يعني قرب المدرب من اللاعب. قد ايه العلاقه دي متشابهه في الكوره العراقيه والمصريه؟ قبل كل شيء علينا أن نعترف أنه الكرة المصرية تشابه الكرة العراقية بكثير من مقوماتها، من مقومات كرة القدم. يعني أنت من تجين تشوفين تكوينة اللاعب المصري تلقيه بنى جسمانية قوية، صراعات الفردية ممتازة، حالته تلقين بمجموعة قد تكون رائعة من اللاعبين التكتيكيين، اللاعبين أصحاب المهارة، اللاعبين اللي يمتلكون خلينا نقول صراعات فردية وحسم فردي. كثير من الأمور تشبه الكرة العراقية موجودة بالكرة المصرية، والدليل أنه لو وضعنا هسه الآن لو نجي نقيم مثلا أي لاعب مصري نقيمه ونوضعه في بودقة الاختبار ونوضع أمام لاعب عراقي بنفس المركز وأيضا نوضعه تحت بودقة الاختبار، نشوف اللاعبين متشابهين بكل شيء. البيئة الموجودة بالكرة المصرية تشابه الكرة العراقية. ما مطلوب من اللاعب المصري مطلوب من اللاعب العراقي. يعني الآن أنا أريد أوضع فد مقارنة بين وائل جمعة وبين ناظم شاكر، واثنينهم لعبوا قد يكونون في فترات قريبة، يعني ناظم قد يكون أبعد من وائل. تشوفين وائل نسخة متشابهة من ناظم، يجوز كابتن هاني يعرف الصراعات الفردية، القوة الجسمانية، اللعب الرجولي، المشاركة الفعالة للأمام، الزيادة في الحالات الثابتة. هذا شيء يدللك أن الكرة المصرية تشابه الكرة العراقية. بس وين الخلل؟ الخلل أنه المنظومة المشرفة، المنظومة الكروية المشرفة على الكرة المصرية تختلف عن المنظومة الكروية الموجودة بالكرة العراقية، حتى ليس من باب
يعني التنكيل بكرة القدم العراقية. لكن الفارق الموجود بين المنظومة الكروية المصرية والعراقية فارق كبير. الناس المتواجدين بالكرة المصرية أصحاب شأن اللعبة. يعني الآن أنا يجب أن أقف احتراما وإجلالا لما شاهدت الآن موجود في النادي الأهلي. اهتمام بالنجوم، وجود النجوم بخارطة تنظيم كرة القدم الأهلوية. الناس اللي تركوا بصمات كبيرة وكانوا مساهمين بنتائج كرة نادي الأهلي سابقا، هم أصحاب القرار، هم أصحاب بناء الاستراتيج، هم من ينفذ الاستراتيجية الطويلة الأمد. ولذلك حصل الفارق بين الكرة العراقية والكرة المصرية من خلال هؤلاء الناس. لكن ليست هنالك فوارق فنية كبيرة، قد يكون هنالك تمايز. يعني أنتم من كان عندكم الخطيب الله يطول عمره، إحنا كان عندنا مثلا فلاح حسن، أنتم من كان عندكم هاني كابتن هاني، إحنا كان عندنا عدنان درجال، أنتم من كان عندكم طاهر أبو زيد، إحنا كان عندنا حسين سعيد، أنتم من كان عندكم شوقي أبو غريب، إحنا كان عندنا سعد قيس. إحنا أسماء. يعني كابتن هاني الآن يعرف أنا شخصت حتى بالمقارنات بالاسم وبالمكانة وبالعطاء يكونون متشابهين، لكن الفارق حقيقة بالفكر الاحترافي للمنظومة الكروية سواء كانت بالمنتخبات الوطنية أو بالأندية تروح لصالح الكرة المصرية. ولذلك الفوارق كانت كبيرة بالنتائج. ولا كيف الفريق النادي الأهلي الآن يبحث عن النقطة العلامة النجمة العاشرة؟ كيف وإحنا لحد الآن ما عندنا بطولة آسيوية؟ كيف النادي الأهلي يحصل على 3 بطولات لأجيال مختلفة؟ يعني ليس هي المرة الأولى أن يفوز الفريق الأهلي ببطولة أفريقيا أو الحصول على 3 ثلاثية صحيح كابتن هاني؟ هذا شيء دلل. يعني أنا ليس هنا من باب مديح النادي الأهلي، لكن من صاحب الفكر أو من هم الناس أو من صاحبين الاستراتيجية أصحاب تاريخ في النادي الأهلي، من هم اللي وضعوا هاي الاستراتيجية؟ ترى مو صعب أن تحصلين على البطولة الثلاثية، بس الصعب وين؟ أن تحصلين على البطولة الثلاثية بأزمان مختلفة وبأجيال مختلفة. هذا الفكر اللي موجود في الكرة المصرية هو اللي خلى الكرة المصرية متفوقة على الكرة العراقية وأن تصل لبطولة كأس العالم وتصبح زائر ثقيل في بطولات أفريقيا وتصبح أيضا زائر ثقيل ويعني عفوا للتشبيه ومزعج لباقي الفرق في البطولات الآسيوية، لأنه الفرق المصرية عندما تشارك في البطولات الأفريقية تكون رقم صعب. والدليل أنه الكرة المصرية الآن فريقان من عندها لعبوا النهائي نهائي بطولة أفريقيا تحسب للمنظومة الكروية الموجودة في مصر. ولذلك ما أحوجنا في العراق يعني إلى منظومة. حضرتك شايف إن يعني من ملخص الكلام إن الإدارة هي إدارة من يدير الكرة العراقية في أجيال مختلفة بتختلف إدارتهم، وده اللي بيضر الكرة العراقية بشكل أسوأ. يعني أسوأ كابتن هاني، أسوأ فترة مرت علينا وأسوأ منظومة كروية مرت علينا المنظومة اللي عملت بالعراق من عام 2014 بها علاقات بها خوف. تدري القائد ما يخاف طبعا. أيادي مرتعشة. نعم طبعًا. أيادي مرتعشة لا تستطيع مسك حتى القلاص. والدليل أنا كيف أحارب كابتن هاني وأجيب حكيم شاكر اللي هو أساسا مو يم كرة القدم. أنا كيف أترك صاحب بصمة أو اسم وإنجاز وأجيب لا أجيب واحد الآن أني أجربه؟ كيف من وين تجي أنا معايير هذه المعايير من وين تجي كلمة خبير كابتن هاني؟ من وين؟ من خلال خبرات المتراكمة. صحيح. الآن إحنا من ذكرنا المرحوم الجوهري قلنا الخبرة المتراكمة لهذا الرجل. الرؤية إجت من خلال السنين. يعني إحنا يطلع واحد بالتلفزيون يقعد قبالك مع الخبير الفلاني، من تجي تبحث عن الخبير الفلاني لا يمتلك تحصيل أيوة علمي أو استشاري أو مستشار. المستشار من لا يستشار. يعني أنت من تجيبين مستشار، أنا الآن أريد أجيب مستشار للنادي الأهلي لازم هذا ما حد يعني ما يستشار أحد لأن هو المستشار. فلذلك كرة القدم ومع الأسف الشديد أنا أتمنى حديث يونس، أنا أريد أكمل المشروع اللي كان بيونس لكن خلاص انقطع. كنت أتمنى أنه قادم الأيام
تشهد عودة الكفاءات العراقية. احنا نتمنى ده لان الكرة العراقية كرة جميلة، واحنا بنتمنى الكرة العراقية ترجع لسابع عهدها بنجومها بأبطالها بكمان تاريخها الكبير. عايز ارجع بقى من حضرتك لذكريات وانت بتتكلم مع كابتن يونس كمان، يعني ذكرت خليج 22 ويمكن من خلال بعض اللقاءات حضرتك قلت من يعني من أسوأ لحظات حياتي هي خسارة هذا هذه البطولة والخروج من المباراة النهائية. بس راح احكي شيء، لا تزعل على نفسك من السمع، لا انت ولا سيام ولا الاخوان المتابعين. كنا نعرف في اي بطولة عليك ان تستعد وان تتأهل. ما في بطولة، وبطولة زي بطولة الخليج عندنا في المنطقة نسميها كسر العظم، تكسر عظم يعني كسير العظام. كسير العظام أكبر مدرب يدخل لهذه البطولة إيده على قلبه مهما كانت إمكانيات الفريق. كيف تروح لبطولة خلال 24 ساعة؟ 24 ساعة تدعي اللاعبين، بعد بالساعة 25 أنت تلعب مباراة. كيف أنت دعيت اللعيبة قبل 24 ساعة؟ 24 ساعة دعيتهم يوم، الله شاهد كابتن هاني، دعيتهم يوم 12، يوم 13 سافرنا من البصرة رحنا للسعودية، وصلنا للسعودية الساعة 2 بالليل، بالثنتين بالليل دخلونا الأخوان السعوديين الساعة 8 الصبح للهوتيل. الساعة 8 وصلنا احنا ما نايمين. هذا يوم 13، يوم 12 على يوم 13، يوم 13 نمنا الساعة 8 الصبح، قعدنا الساعة 4 العصر ما متريقين ما متغدين، تمرنا ورجعنا تغدينا تعشينا ثاني يوم مباراتنا مع الكويت. مع الكويت الله شاهد، يعني هذا طبعا موثق، مو قلت لك راح تنقهر. صعب جدا، صعب. فانا من رحت قلت لهم يابا ما اروح للبطوله، انا معروف عني حكيم شاكر، من اروح العب نهائي لو اخذ بطوله انا راح اروح لهاي البطوله. قالوا روح عد الفريق، كانت عندنا تصفيات اسيا اللي احنا غلبنا الصين بعد ان ترك الفريق، وبيرباط الكلام، بعد ان ترك الفريق زيكو وبرودافيتش، انا جيت استلمت المنتخب والحمد لله اهلت يعني لبطوله اسيا. عد الفريق بس اطلع روح عد الفريق وعلى فكره انا كنت عامل البرنامج للفريق العراقي في استراليا بعد تقريبا 26 يوم 27 يوم بعد بطوله الخليج الفريق العراقي يلعب نهائيات اسيا. فقالوا لي روح، واحد من المساعدين مالتي اللي احييه دكتور كريم مدرب الحراس قال لي كابتن لا تروح راح يذبحوك. قال لك كده حذرك؟ قال لي راح يذبحوك. هسه يجوز لا يسمعني هو. قال لي كابتن لا تروح راح يذبحوك. قلت له كريم اذا ما روح راح يقولون وين الوطن، وين الوطنيه، عاف البلد، عاف سمعه العراق، سمعه الناس، ما حد يستلم الفريق. ولعبتنا مع الكويت، وانت تعرف الكويت والعراق مباراه على صراع عالمي. صراع عالمي. جينا لعبنا مع الكويت وطلع الشيخ طلال اللي أتمنى له الصحة والعافية، صحته شوية مو زينة، بعد المباراة 90 دقيقة احنا نلعب في جزاء الفريق الكويتي، ووحدة من المباريات طلع المدافع الكويتي الكرة من البيدة ولا طرد، لا دق ضربة جزاء ولا طرد اللاعب، وبعد المباراة اللجنة التحكيمية طردت الحكم في الدقيقة 90 يا كابتن هاني. من نص الساحة اللاعب الرقم 7 راح من بالي شوت وطبت بالجول وخسرنا 1-0 بالدقيقة 90. أي والله خسرنا، وخسرنا عادي يعني تخسر. جت المباراة، بعد المباراة طلع الشيخ طلال قال سرقنا المباراة سرقا من العراق، سرقا يعني سرقناه، وموجود التصريح. جينا على المباراة الثانية مع عمان، على فكرة احنا مع عمان 24 سنة احنا ما فايزين على عمان. عمان تعادلنا مع عمان، نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. لعبنا مع الإمارات، مع الإمارات قال علي يونس الإخوان بالاتحاد سرحوا اللاعبين المحترفين قالوا لهم روحوا، لأن المباراة تعرف بطولة الخليج كانت مباراة تعمل بأيام الفيفا، أجندة دولية، أجندة لأنه ما حد ماكو فرق تفرغ لاعبيها، فيعملوها بهذا الوقت حتى اللاعبين يكونون متفرغين. سرحوا اللاعبين، كان ياسر قاسم وجستن واللاعبين قالوا لهم احنا بعد ما راح نصعد، بعد ما راح نصعد يعني في حين احنا نغلب الامارات نصعد، فقالوا بعد ما نصعد يعني. فاني سكتت يعني، قلت ظاهر الاتحاد في ذهنه فكره يعني. جينا خسرنا مع الامارات، بعد المباراه وانا بالملعب اقالوني رغم العهود اللي هو بيقول لك روح لمجرد الاعداد مجرد بس. والله، وهي ولذلك صارت علي بطوله سوداء. بعدين
ليس فقط انه انت صعوبتها انت تكون منتخب، صعوبتها انه انت تتحرض علي، صعوبه انه انت انا كنت في فتره من الفترات يعني زي الكبار اللي عندكم ما اقدر امشي بالشارع، الناس تحبني وانا الناس تحبني، فحاولوا انه يسقطوني بالشارع، قام يحجون علي حكيم لان ما اخذ فلوس، حكيم لان هيك، حكيم علما اتهامات يعني اتهامات طلتك خمس سنوات انا اعمل بالمنتخب الوطني بدون فلوس، وفي لقاء ما اعطاها مع مصطفى الاغا قال لي انت شنو ما عندك اولاد انت ليش ما تاخذ فلوس؟ يعني خمس سنين بدون خمس مرتب. سنوات بدون مرتب، فمن جماعه المرتب مالي بعدين ورا البطوله، وهاي قصه يعني يجوز نجيها بالاخير، طالبت بمستحقاتي، من طالبت بمستحقاتي قاموا يستغلون العلاقات الموجودة بالحكومة بالضغط على الحكومة من أجل أن ما أخذ مستحقاتي، علما أن الحكومة اعطتني كل مستحقاتي، المحكمة والقضاة العراقيين قالوا حكيم شاكر يستحق الفلوس لكن ما اعطوني استحقاق، لا بس برضو ما حصلتش على أي مبلغ، ما حصلتش أبدا لحد الآن كل شيء ما حصل، ولذلك كانت بطولة سوداء حشاكم من السواد، أذتني وأذت تاريخي وخلتني أعيش في فترة مكتئب، بقيت سنة ونص قاعد بالبيت، من قاعد بالبيت تركت كل شيء، كنت في فترة أنه أعتزل، لكن كنت بذيك الفترة طالب دكتوراه وكان علي أنه لازم أكمل، خرجت للجامعة وأروح أدرس ويعني المهم نسيتها وراها بديت مشوار. شيء عظيم ده، أنا ما يئستش، ما استسلمتش للإحباط أو المصري هو المصري يستسلم عشان العراقي يستسلم. لا طبعاً. طبعاً. طبيعتنا إحنا طبيعتنا العرب ما نستسلم مهما كانت الصعوبات. دي حقيقة. قبل ما نسيب الكويت. نعم. ليك ذكرى مع تقريباً الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح. نعم. رحمة الله عليه. فتحكي لي دي قبل ما نعرف انت بتعمل ايه في مصر، لان انا عارفة ان في مفاوضات حاليا بتتم مع احد فرق الدوري الممتاز، تقول لنا بس قصة الشيخ صباح واحنا بنتذكره، بنتذكر كل من رحلوا عنا في 2020 اللي اعتقد لا جه ولا هيجي اسوأ منها. لا هو الشيخ سلمان وليس الشيخ صباح. الشيخ سلمان نعم. الله يطول عمره. نعم. رئيس الاتحاد الآسيوي. أنا كنت يعرف كابتن هاني، كان في كل سنة أكو كونغرس. والكونغرس يقيم مجموعة اللاعبين والمدربين والناس المتواجدين. نعم. أنا كنت في عام 14 يعني المدرب نمبر وان على مستوى القارة الآسيوية. بطولات، وشون يجي التقييم؟ من خلال الفكر ومن خلال الأداء ومن خلال النتائج ومن خلال ما توصل له. نعم. ولذلك كل مدربين العالم يقيمون على هذا الأساس. فأنا كنت واحد من المدربين اللي أستحق الجائزة، أستحق. إحنا قاعدين بالكونغرس وكانت شاشة كبيرة مثل هاي الشاشة تعلن النتائج، عندنا ثلاث مدربين، أنا ومدرب كوري، اثنين كوريين وأنا يعني الأول كوري يانغ، وحضرتك العربي الوحيد، أنا العربي الوحيد. نعم. كنت في تلك الفترة وأنا كنت أستحق هالجائزة يعني في عام 2014. أباوع على الحاسوب الدرجات كابتن هاني، أنا درجتي 953 والاثنين الكوريين واحد 14 درجاته 14 وواحد يمكن 257 58 يعني الفارق الكبير جداً. وإذا الأرقام بدأت تترقم تتغير يعني وصل 600 وصل 700 ملعوب فيها لا فيها الله أعلم بس بس أنا أعرف يعني مثل ما كابتن هاني يعرف الآن والجمعة شنو اللي سوى. طيب. أو مثلا الـ التاريخ بيقول نفسه التاريخ أبو تريكة إيش اللي سوى. صحيح. وكل واحد بينا يعرف المقابل شي سوى. وعلى فكرة المدرب اللي معاي أنا أعرفه، أنا فزت عليه بكأس العالم وفزت، هو صح فاز عليه ببطولة شباب آسيا لكن أنا فزت عليه بكأس العالم وفزت عليه ببطولة الأولمبيات المنتخبات الوطنية. طيب. وأنا كنت جامع من عنده أكثر نقاط. فالمهم بين ما وصلنا قام محمد السرقال اللي يعرفه كابتن هاني رئيس الاتحاد، كان رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، قام لزمني من إيدي قال لي يا كابتن مبروك، والله قال لي مبروك أنت إن شاء الله المدرب رقم واحد بآسيا. وصلنا على الاستياج، نطب من الاستياج من المدخل الخارجي، أحس اشتغل يعني التصفيق، فأنا قلت الحمد لله صفقوا عليه. فباوعد شفت المدرب يانغ، اسمه يانغ المدرب رقم واحد الكوري. وأنا رقم اثنين الكوري. المهم أنا بقت ببالي يعني بس ما تقدر، هي روح رياضية. هنيته والصورة موجودة يعني بالكونغرس، هنيته وقلت له مبروك
وهي صارت ببالي يعني أذتني، فالمهم نسيتها وراحت. وراء 4 أشهر كانت عندنا بطولة دورة الألعاب الآسيوية، فوصلنا نهائي والحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى جعلني أنا أكون أنا بطل البطولة. الشيخ سلمان كان هو رئيس الاتحاد وهو اللي يوزع الجوائز. بقينا أنا وياه نحكي حوالي 10 دقائق يعني على المنصة. المذيع يقول إيش دا يحكون الناس. فهو بيها قال لي والله أنت تستحق وأنت انظلمت، أنت كان تكون المفروض المدرب رقم 1 بطولة هي عز. البطولات على فكرة والجوائز العالمية ساعات الكابتن ما بتخشش للتقييم الفني الحقيقي، بيبقى فيها سبونسر وفيها ماركتينج. أنت رجل خبير وتفهم. ده وارد يعني من سألت قلت لهم شلون اطيتوا الكوريا. أنا كنت قاعد من سوء حظي بتلك الفترة، كوريا ما حصلت ولا جائزة للعب النظيف ولا المدارس الكروية. وكوريا كان السكرتير للاتحاد الآسيوي في تلك الفترة كان كوري. فعطوه الجائزة هاي في سبيل أنه إحنا كنا العراق ماخذين 5 جوائز، أحسن لاعب شاب، أحسن لاعب كبير، الفريق المثالي، أحسن فريق يلعب 60 دقيقة كرة قدم، وهاي كلها في زمني أنا كنت أنا مدرب. كابتن حكيم، نعم، في مصر بتتم مفاوضات حاليا مع حضرتك؟ انا اتصور لو تتصلون بوكيل الاعمال احسن، لان هذا ما يريدني احكي. كابتن محمد جابر. كابتن محمد جابر على التليفون. محمد الجندي. محمد الجندي. ابو الجندي معنا على التليفون. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ سهام. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك كابتن هاني، واهلا بالاستاذ سهام، واهلا بالكابتن حكيم في مصر. تكلمنا عن المفاوضات اللي بتتم النهارده بحضور كابتن حكيم، ايه المفاوضات اللي بتتم لقياده احد فرق الدوري الممتاز يا استاذ محمد؟ والله الكابتن حكيم يا استاذ سهام، انت حضرتك عارفه قيمته ومكانته في الكره العربيه والكره في كل الاماكن الاسيويه. كل ما نقول اسم الكابتن حكيم، نعم، بنلاقي ترحاب. فاحنا الحمد لله عندنا مفاوضات هنا في مصر، وعندنا فرقه في السعوديه في مفاوضات معاها، وفريق كمان في الامارات. انتم متجهين على الامارات كمان شويه؟ ان شاء الله يوم 27 رايحين الامارات باذن الله. باذن الله. طبعا خبرات كبيره جدا جدا، الكابتن حكيم غني عن التعريف، واعتقد اي دوري هينضم او يكون موجود فيه الكابتن حكيم اكيد هيضيف اولا للفرقه اللي هيديرها فنيا، وكمان هيضيف للدوري عامه، لانه قيمة كبيرة جدا وتاريخ كبير، واكيد هيكون ليه بصمة في اي فرقة ان شاء الله ربنا يوفقه فيها باذن الله. طبعا كابتن هاني، الكابتن حكيم مشروع. طبعا يعني مش مدرب بس، كابتن حكيم مشروع. ده اللي بنفتقده ساعات، المدرب المشروع اللي ممكن يدي رؤية فنية لمجلس ادارة انه يشتغل لمدة 3-4 سنين، ويكون يعني مش هقول لك يبني فرقة، لكن يكون عنده استراتيجية طويلة الاجل ويوصل لهدفه يعني بخطوات ثابتة يعني. وده اللي مخلينا كمان بناء على كلام حضرتك ان احنا نفكر كويس في الاتجاه اللي المفروض ناخد فيه القرار. اكيد اكيد. يعني احنا قدامنا اكثر من حاجه هنا في مصر وبره مصر. لا انا اريد بمصر محمد، لا توديني لغير مكان. هو بيريد بمصر يا استاذ محمد، فبنتكلم عن اي نادي في مصر؟ لا والله يا فندم مش عارف، يعني مش عايز اقول لحضرتك اكتر، والله اكتر من نادي، بس المشكله ان انت عارفه ان ما ينفعش نقول اسامي. اكيد احتراما للمدربين الفنيين. لانه مفيش اتفاق نهائي يعني مجلس الاداره، مفيش اتفاق نهائي يا استاذ محمد. والله احنا يعني لحد دلوقتي مش قادرين ناخد القرار. لان اكتر من 3 عروض في الدوري المصري، وعرض في الدوري السعودي، وعرض في الدوري الاماراتي. بس احنا بنبي مصر يعني. ان شاء الله طبعا كل التوفيق كل التوفيق لك والكابتن حكيم، لان الكابتن حكيم طبعا قيمه كبيره جدا، واي طبعاً مكان هيتواجد فيه اكيد هيكون اضافه للمكان واكيد اضافه للنادي. طبعا يا كابتن هاني بنشكرك شكرا جزيلا. العفو. هي فرصه يا كابتن هاني انه اشكر الاخ محمد حقيقه يعني، وانا من يعني خلينا نقول من حظي الكبير انه وكيل اعمالي مصري، ودائما المصري مبدع ومتألق، وأنا على يقين أنه هذا الرجل راح يعرف الاختيار الأمثل والاختيار الأحسن. وكمان حضرتك ليك متابعة جيدة أكيد في مباريات الدوري الممتاز على الأقل في الموسم الماضي. الحمد لله تابعتها بشكل جيد. الحمد جدا. لله يعني حقيقة شوفي الدوري المصري يعد واحد من أحسن الدوريات، ليس على مستوى أفريقيا فقط. نعم. الدليل أنه الكرة المصرية متواجدة واللاعبين المصريين متواجدين. يعني أنت الآن ما في بلد
خلينا نقول من الدول العربية أو من الدوريات العربية، عدا يمكن يعرف كابتن هاني يمكن عدا السنغال أو النيجر أنه لاعبيهم أكثر من اللاعبين المصريين المتواجدين في دور الاحتراف. الآن الكرة المصرية والحمد لله والشكر سائرة بطريق صحيح مبني على أسس متينة. الناس اللي عاملين هذه الخطوات واثقين من عملية إيصال الكرة المصرية إلى مصاف الفرق المتقدمة. يعني أنت حتى نوعية اللاعبين الآن المتواجدين الغير محترفين المتواجدين في مصر هم لاعبين مميزين. يعني أنا ما أريد أذكر باقي اللاعبين بالفرق الأخرى بس أريد أذكر اللاعبين المتواجدين بالنادي الأهلي. يعني الآن كهربا، الآن محمد كهربا اللي يعني حقيقة الولد أنا شفته حتى من بطولة آسيا. يعني الفريق الأهلي الآن اللي لعب النهائي لآسيا سواء كانت المجموعة من اللاعبين أو مجموعة الأسماء، يعني إذا كان حمدي إذا كان على الشناوي هاني محمد هاني هاني علي معلول بدر الشناوي محمد يوسف، يعني لعيبه تكون لهم بالتقدير وبالاحترام. من تشوف هيك نوعيات متواجده باحد الانديه المصريه فعليك انه تقتنع انه الكره المصريه بخير ما دام لاعبين. طب انت حضرتك بقى شايف ايه اللي ناقص في الدوري المصري ممكن بعد قيادتك ان شاء الله لاحد الانديه المصريه ممكن تضيفه للدوري المصري؟ انت شايف ايه اللي ممكن يعني الكابتن الكبير حكيم يضيفه للدوري المصري بشكل ايجابي؟ الدوري المصري يجب ان يخرج من وحدانيته الوحده، ويعني الفريق الكره المصريه تبحث عن الانجاز خلينا نقول المحلي فقط. يعني كثير الان من الانديه المتواجده كبيره بالاسماء لكن طموحها فقط انه ترتقي فقط في البطوله المحليه. يعني الان خلينا نخلي النادي الاهلي على جنب. نلقى كثير من الانديه صاحبه التاريخ والمجد الكبير في الكره المصريه طموحها فقط البطوله المصريه، وهذا غلط. الكره المصريه الان يجب ان تتواجد في اغلب البطولات. يعني اذا كان اربع فرق تشترك من الكره المصريه الاربعه يجب ان يكونون ثلاثه مثل ما صار الموسم، اثنين من عندهم او ثلاثه لازم يلعبون نهائي. تتكلم على الانديه الشعبيه زي الاسماعيلي زي يعني المصري زي يعني المحله يكون محل يكون في الانديه الشعبيه ترسانة صاحبه التاريخ يعني. صاحبه التاريخ يعني ما نريد نذكر اللعيبه اللي كانوا معاهم او الاسم الكبير اللي حطت به هاي الانديه. يعني انت ما يصير المحله بعيد، ما يصير الاسماعيلي بعيد، ما يصير الدراويش بعيدين، ما يصير يعني المقاولين بعيد. هاي الفرق احنا كنا نتابعها، كنا نشوف بيها روحيه البطل، روحيه الفريق المنافس للبطولات. والان نشوف فقط يعني لا تزعل علي، نشوف فقط الاهلي والزمالك دائما متواجدين في البطوله الاسيويه وارقام البطوله الافريقيه قصدي البطوله الافريقيه، وهذا ما يجوز. يعني الفرق بقيمه الكره المصريه يجب ان يتواجد الاربعه الكبار دائما في النهائيات الافريقيه. واحنا سعداء جدا ان حضرتك كنت موجود معانا في قناه النادي الاهلي. يعني بصراحه يعني لقاء اكثر من رائع، بنشكرك عليه قيمه كبيره جدا، وان شاء الله بنتمنى فيه ونتمنى كمان نشوفك ان شاء الله في الدوري المصري تضيف للدوري المصري يعني بشكل كبير. الله يبارك فيك. يعني اولا انا اشكرك كابتن هاني واشكر سهام واشكر قناه الاهلي، واتمنى للكره المصريه التفوق، ويا رب يا رب الفريق المصري يرجع مشافى معافى فريق الشباب، وايضا ان شاء الله التوفيق للفريق الاهلي في مهمته القادمه، ولو راح يفتقد اثنين او ثلاث لاعبين في المهمه القادمه ان شاء الله، لكن ان شاء الله الباقين سيكونون رهان البطوله، وان شاء الله نشوف الكره المصرية بخير ويعطيكم طولة العمر إن شاء الله، ونشوف مصر وأهلها الطيبين والعراق كمان إن شاء الله. العراق إن شاء الله أنت منور بلدك التاني يا عزيز، ومنور بيتك البيت الكبير في النادي الأهلي، منور شاشة قناة النادي الأهلي، بيتكم كبير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. عندنا فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نستقبل طبعا المدرب الكبير كابتن طاهر الفتوخي. تفضل. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرتنا الحوارية دي بتتكلم مع واحد من النجوم الكبار الحقيقة، واحد من النجوم اللي دربوا نجوم كبار جدا. لو قلنا لحضراتكم يعني النهاردة الكابتن الكبير اللي معانا النهاردة دربها
مش هتتخيله، أسطورة كبيرة من أساطير النادي الأهلي، مدرب كبير جدا، خبير ناشئين عالمي، وشيخ المدربين المصريين والعرب، اللي عمل تاريخ تدريبي طويل على مدار تاريخه ومشواره. زي ما قلت لحضراتكم، درب كبار النجوم في تاريخ الكرة المصرية، أسماء أساطير هنذكرها دلوقتي خلال حوارنا معاه، ويمكن مثل مصر ودول وفرق عربية كتيرة جدا في العديد من المحافل الدولية والعالمية. النهاردة معنا ومعاكم في البيت الكبير الكابتن الكبير والأسطورة الحية اللي ربنا يديله طولة العمر يا رب، ومشرفنا النهاردة الكابتن الدكتور طه الطوخي. ازيك يا كابتن؟ أهلا بحضرتك. منورنا كابتن هاني، وأنتم منورين، وانا يعني في منتهى السعاده طبعا حبيبي اللي جيت قناه النادي الاهلي في بيتك. في التطوير اللي يا ربنا يجعله عامر يا رب على طول بيتك ان شاء الله. والواحد بيفتخر فعلا، يعني الواحد بيفتخر ان هو يعني عضو من اعضاء النادي الاهلي، وبعد كده يعني قبل كده طبعا مدرب مده حبيب. طويله، تاريخ كبير يا كابتن، تاريخ كبير. انا على المستوى الشخصي سعيد ان انا بقعد مع قيمه كبيره زي حضرتك، تاريخ كبير جدا جدا، وعلى المستوى اللعب، على مستوى التدريب، على مستوى الثقافه كمان. فانا ليا الشرف ان انا اكون متواجد مع حضرتك النهارده في البيت الكبير. عندنا كلام كتير وحوارات كتير، ويمكن يعني هناخد من حضرتك خبرات كبيره جدا. بس هنطلع لفاصل ونرجع مع الكابتن الدكتور الكبير تقرير، اسف، نطلع تقرير ونرجع مع الكابتن طه الطوخي. طه محمود الطوخي اسم كبير يعرفه كل عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، نظرا للتاريخ الطويل الذي صنعه على مدار مشواره مع كرة القدم في عالم التدريب، والذي وضعه على قمة الهرم التدريبي مصريا وعربيا، ومنحه بلا منازع لقب شيخ المدربين المصريين. وعلى الرغم من اعتزاله التدريب بشكل نهائي من أكثر من 30 سنة، إلا أن اسمه ما زال يتردد في الملاعب العربية بصفة عامة، ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة، لا سيما وأنه أول مدرب في التاريخ يتوج ببطولة كأس الخليج عام 1970 رفقة المنتخب الكويتي، الذي يضعه دائما بين أشهر الأسماء التي تولت تدريب الأزرق الكويتي عبر التاريخ. حصل طه الطوخي على بكالوريوس التربية الرياضية في تخصص كرة القدم عام 1963، وبعدها حصل على دبلومة تدريب كرة القدم من معهد لايبزيغ الألماني سنة 1966، وتولى التدريب في النادي الأهلي مع مختلف الفرق والفئات العمرية، بما في ذلك الفريق الأول من عام 1960 وحتى عام 1968، كما كان المشرف الفني على مشروع مراكز التدريب في مصر مع المدربين المجريين سابوبال وبروشيتش، والمدير الفني لمنتخب مصر في الدورة الأولى للمدارس التي أقيمت في الكويت عام 1963، وفازت مصر بالمركز الأول. وسرعان ما اشتهر اسم طه الطوخي رغم سنه الصغيرة في عالم التدريب، لسيما في قطاعات الناشئين، حيث كانت خبراته كبيرة جدا، ولذا تولى منصب مدرب منتخب مصر لكرة القدم في الدورة الأولمبية في طوكيو عام 1964، وحصلت مصر على المركز الرابع بها. كما تولى تدريب منتخب مصر به من سنة 1966 وحتى عام 1968. في عام 1968 بدأ رحلة التدريب خارج مصر من فريق النصر الكويتي وحتى عام 1973، ثم انتقل لتدريب المنتخب الكويتي الأول عام 1969، ونجح في قيادة الأزرق بجدارة للتتويج بلقب كأس الخليج الأولى عام 1970، كما تولى تدريب منتخب الكويت في أمم آسيا عام 1971 في طوكيو، ووصل لمباراة قبل النهائي قبل أن ينسحب الأزرق بعد أن كان منافسه المنتخب الإسرائيلي. طه
تولى طه الطوخي تدريب فريق الهلال السعودي من عام 1973 وحتى عام 1975، ثم الوحدة السعودي حتى عام 1977، وحقق النجاحات في كل مكان أشرف عليه، ثم انتقل إلى الإمارات ليتولى تدريب الجزيرة من 1977 وحتى عام 1979، ثم مدير فني لقطاع الناشئين في نادي أهلي دبي حتى عام 1981، وبعدها عاد إلى الهلال السعودي ليتولى مسؤولية قطاع الناشئين من عام 1981 وحتى عام 1989. وبعد رحلة خارجية طويلة مغلفة بالنجاحات، عاد من جديد إلى بيته النادي الأهلي ليتولى مسؤولية قطاع الناشئين لمدة عامين من 1990 وحتى عام 1991، قبل أن يجذبه اتحاد الكرة في عدة مناصب فنية وإدارية داخل الاتحاد للاستفادة من خبرته في رسم مستقبل أفضل للكرة المصرية. احنا مع قيمة وقامة كبيرة مشرفانا، تاريخ طويل، سواء على المستوى اللي حضرتك يعني كلعبت فيه، مع ان يعني فترة اللعب كانت قليلة جدا جدا، التدريب يمكن كانت فترة ومشوار اطول بكتير، سواء على مستوى مصر المحلي الوطن العربي زي ما احنا شفنا، مشرفنا يا كابتن بجد يعني. حضرتك الله يخليك كابتن. احنا بنتكلم قبل ما ندخل عن اي يعني مشوار وذكريات كبيره جدا مع حضرتك يا كابتن طه، عايزين نتكلم على الموسم اللي الاهلي مسيطر عليه سواء المحلي او الافريقي. شفت الاهلي السنه دي ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحقيقه، يعني بطولات كلها عن جداره. نعم. واستحقاق، سواء الدوري، بطوله افريقيا، كاس مصر، فالحمد لله يعني ثلاث بطولات. أنا برضو عشت سنة 61 في حتى صورة برضو النادي الأهلي الفريق الأول، كنت أنا مساعد بقى مع أستاذ عبد الصالح الوحش، لازم أذكره طبعا وأقول عبد الصالح الله يرحمه فكانت كاس مصر بالدوري والبطولة اللي هي محدش خدها بعد كده ولا هتتاخد أيام الجمهورية العربية المتحدة. كاس الوحدة. أيوة الوحدة، ده أكبر كاس في الحجم، حتى عملوا له دولاب، أنا شفته قريب واتصورت معاه مخصوص، إنه كان دايماً في أوضة مدير النادي يعني. فيعني موسم الحمد لله الحمد لله من جميع النواحي. هي الصورة دي يا كابتن، ده كاس الوحدة؟ ده كاس الوحدة. ده كاس كبير أوي. أنا بعته له برضه، أنا رحت الجمعة اللي فاتت في النادي واتصورت معاه، يعني كاس رائع يعني. حجم أيوه. كان برضو مع أهلي دمشق، ما قالوا بطل مصر مع بطل سوريا، فلعبنا هنا وكسبنا 4-1، عشان حتى إبراهيم المغربي اللي لعب شوية في النادي الأهلي هو اللي جاب الجول، الكابتن عادل هيكل بيقول طبعًا. أنا سبت له الكرة عشان يجيب جول بعد 4-0 يعني. فالحمد لله الموسم ده طبعا كلنا في منتهى السعادة، ودايما بيبقوا السعداء الكبير قوي الجمهور النادي الاهلي اكيد، لان انا ليا كده كلمه زمان قلتها والحمد لله، ان جمهور النادي الاهلي ده اللعيب نمره واحد الحقيقه. يعني انا حضرت مباريات كثيره جدا في ملعب النادي الاهلي، طبعا هو استاد التتش بعد كده يعني، كان بيتلعب فيه الدوري طبعا، مباريات الدوري، وايام بقى ما هداف مصر الكبير الكابتن توتو لازم نذكره، كان ليه مشجع مخصوص بيقف في المدرج يمين المقصورة. طبعا المدرجات اتهدت دلوقتي واتعملت، كان ايام بقى ما كان الملعب كان المقصورة في النص تقريبا، نص المدرج كان فيه يمين وشمال مدرجات بالظبط، والدرجة الثالثة لفة كلها. أيه. كنا هو اسمه عم بحر، كان شخصية كبيرة كده، وكان مسؤول في مدرسة من المدارس الكبيرة اللي في القاهرة. أيه. وكان يمسك سبحة طويلة كلها حمرة يعني حمرة كده، والنتيجة 0-0، هو روح مزاحق كده توتو، نبص لقي توتو ده جاب جول في اخر دقيقتين، يعني الكلام ده من زمان من زمان. ايوه،
وطبعا جماهير النادي الاهلي طبعا هي الداعم يعني الاساسي طبعا على كل الاجيال معروفه على مر التاريخ. ده انا حظي حلو اما الاستاذ محمد عبد الصالح انا اقول كلمه سرعه يعني طبعا لا طبعا البيت بيتك الله يخليك يا رب. يعني الفضل لله سبحانه وتعالى ثم الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش الله يرحمه، لان هي بسرعه كده انا ده دخلت كليه البوليس بدون رغبتي الشرطه احنا بنقول بوليس بقى كان يعني هي الشرطه وهي قصه طويله بس باختصار يعني بدون رغبه كان حضرتك كور. ايوه دي صورتك مع الكابتن عبده صالح الله يرحمه، ده بقى كان رئيس الاتحاد وانا كنت امين صندوق الاتحاد في اتحاد الكره المصري في سنه 2000 ده بعد كده يعني من 20 سنه يعني بالنسبه لي اكنها اول امبارح يعني فالمهم كانت بقى مفاجاه كبيره لما رحت كليه الشرطه كان الاستاذ محمد مدرس تربيه بدنيه في كليه الشرطه كابتن عبده صالح ايوه انا دايما اقول الاستاذ احنا وطه اسماعيل وبتاع نقول الاستاذ لانه استاذنا العظيم عشان احنا بنقول لبعض كابتن فهو استاذنا طبعا. وبعدين قال لي انا كنت متابعك وانت كابتن المدرسه السعديه انا كنت بقى كابتن المدرسه السعديه من اكبر مدارس مصر طبعا انا افتكر كمان اخد من كلام حضرتك ايام يعني من ايام ويمكن انا حضرت شويه من دوت كان دوري المدارس ده كان دوري بيفرز نجوم كبار جدا وكان فيه متابعين كتير والنجوم خرجوا من دوري اسمه دوري المدارس. بقول لحضرتك يعني مثلا على سبيل المثال انا كان معايا في الفريق والواحد بيفتقر الكابتن عادل هيكل حارس مرمى والكابتن طارق سليم يعني كابتن طارق سليم كبار جدا طبعا والله احنا كنا قاعدين جنب بعض وكانت رغبتنا ان احنا ندخل الكليه الحربيه يعني قلنا ننجح ان شاء الله في الثانويه العامه ندخل حصل ظروف انا رحت البوليس وهو راح الكليه الحربيه فالاستاذ عبد الصالح قال لي انا كنت بشوفك في دوري المدارس وسدسات الزراعه كان سدسات الزراعه دي كل مدارس مصر والكليات اللي هي كليه الزراعه في الجيزه يعني بملعبهم معروف فكنت انا بقى كابتن المدرسه السعديه وبنوصل للفاينل لان السعديه قريبه من الملعب فالطلبه كلها بيبقى جمهور كبير ها كبير جدا يعني المهم قعد معانا الاستاذ محمد سنه وبعدين سافر المانيا بقى لان هو كان اول مدرب في مصر يهتم بالدراسات طبعا كان دايما يسافر هولندا كل سنه شهرين فالمهم في مباراه وديه بين كليه الشرطه ونادي دمنهور في دمنهور اتفاق بين يعني مدير الامن وكانش في محافظات يعني وقتها مدير الامن الداخليه مدير الكليه فدي غيرت مجرى حياتي بالنسبه للكوره المباراه دي يعني زي ما حضرتك بتقولوا اون جول مثلا او نيران الصديقه فعلا زميلي اللي هو الباك الشمال كنت بلعب سيرد باك فزميلي وحتى وصل اللواء وكان مساعد اول وزير الداخليه الله يرحمه بدل ما يشوط الكوره شاط ركبتي الشمال فجالي اغماء يعني اكني جالي ارتجاج في المخ قعدت ساعتين مش حاسس غيروا لي هدومي ولبست بدله الكليه رجعت القاهره بقى رجعنا القاهره كان في يعني هو دكتور واحد كان في مصر كلها الدكتور عبد الحي الشرقاوي كان مشهور دكتور عظام دكتور عظام مشهور ايوه وابن اخوه برضه محمد ده كان زميلي دكتور مصطفى الشرقاوي كان برضه مشهور جدا في الجيزه المهم كتب لي ورقه قال لي ممنوع انك تعمل اي نشاط رياضي خالص او نشاط عسكري اللي هي كليه البوليس يعني تحضر المحاضرات النظري بس اللي هي كليه الحقوق يعني فقعدت حوالي شهر في مستشفى الكليه وحسيت ان انا وضعي اتغير مش هلعب كره تاني حسيت كده يعني بسبب الاصابه دي ايوه بقول لحضرتك بتبقى وهو قال لي هدي لك شهر وبعدين فيها ميه ما كانش في علاج طبيعي طبعا كان الامور مختلفه زمان خالص كان صعبه بالظبط المهم حاجه من عند ربنا انا لما رحت البيت بقى فقلت لوالدي الله يرحمه قلت له انا مش هكمل تاني في كليه الشرطه خلاص قعدت سنتين وانا هروح تربيه رياضيه الحاجتين اللي ما قدمتش فيهم لما خدت الثانويه العامه اصلا يعني احنا كنا متفقين انا والكابتن طارق سليم او كليه التجاره احنا قلنا كده وقتها يعني اتفاق يعني قال لي خلاص رحنا كليه بقى وطبعا حظي بقى ان احنا دفعتنا بقى لما دخلنا كليه التربيه الرياضيه
حوالي 7 أو 8 منتخب مصر. ان شاء الله. اول مره منتخب مصر في الكوره في الدفعه دي سنه اللي هي 59، وتخرجنا 63. يعني على سبيل المثال يعني الكابتن بقى طه اسماعيل، طبعا وشحته الاسماعيلي، بدر عبد الفتاح، سمير قطب، عادل الجزار، ميمي عبد الحميد. يعني انا بقول اسماء، انا بقول كلهم نجوم كبار ومنتخب مصر يعني. أيوة. انا بقى في الفتره دي رحت اتحاد الكوره اللي هو منطقه القاهره حاليا اللي هي في شارع الشواربي. دي منطقه القاهره دلوقتي غير غير الجبليه، كان لسه ما اتبناش بقى. دي ارض النادي الاهلي برضو اللي اتبنى فيها اتحاد الكوره. سياده المشير عبد الحكيم عامر كان رئيس الاتحاد وامر ان المنطقه دي تتعمل فيها اتحاد كوره بعد سنتين. دي قصه لوحدها دي. فالمهم بقى في اتحاد الكوره، في اللي هي اتحاد الكوره كان الاستاذ عبد المنعم الديب ده الله يرحمه، غير اللي هو الديب يعني الاسم بس متشابه، بس مش قرايب ولا حاجه. لا كان هو سكرتير، والاستاذ محمود بدر الدين اللي هو السبب الرئيسي ان الدوري العام يتعمل سنه 48، لازم نذكره برضه، محمود بدر الدين. وكان معلق وصوته جميل جدا. المهم لقيت فيه امتحان حكام في الوقت ده في دور التحكيم، رحت مقدم فيها، قلت مش هلعب كوره بقى، انا ممكن ابقى حكم يعني حاجه في كره القدم يعني. لقيت تشجيع بقى الكابتن علي انديل، الحكام الكبار بقى، وكان جسمي بقى باين ان انا يعني لعيب بقى، لعيب كوره. انت لعيب كوره طبعا، في العشرينات، في بدايه العشرينات كمان. المهم امتحان ونجحت وطلعت من الاوائل في التحكيم، وسبحان الله يعني كان في افتتاح استاد القاهره مباراه ريال مدريد والزمالك، يعني بوشكاش بقى ودي ستيفانو والفرقه اللي هي بتاعت التاريخيه. صحيح. فعملوا ماتش الساعه 1 واختاروني انا حكم فيها. فعلا. ومعايا بقى الاستاذ الكابتن مصطفى كامل محمود الله يرحمه طبعا، والكابتن محمود كامل. في حاجه حصلت، الكابتن مصطفى رفع لي الرايه كده على كوره يعني. ده اثناء المباراه اترفعت الرايه لحضرتك. بيرفع رايه كده عشان في هاند بول او فاول او حاجه، شاف حاجه. فانا شفت المنافس خد الكره في صدره، فعملت له بايدي يعني ان انا شايفه، واديته ادفانتج او مثلا اتاحه فرصه. وسبحان الله الولد عامل الكره على صدره كده، راح شايط، راح جايب جول من 30 يارد. المدرجات فيها 120 الف متفرج من الساعه 1 الظهر عشان بوشكاش بقى ودي ستيفانو وريال مدريد. فالكابتن مصطفى كامل محمود حط الرايه هنا كده وراح مسقف لي مع الجمهور، وكتبوا تاني يوم الاستاذ نجيب المستكاوي الحكم يصفق. يعني ده تشجيع طبعا. وكانت اول مباراه لحضرتك تحكم فيها. بالظبط كده، هو مش رسميه ولا حاجه. وفي نفس الوقت كان رئيس لجنه الحكام فؤاد باشا، يقولوا باشا لان وقتها كان هو لواء فؤاد باشا حافظ، كان دايما يقول لي انت يا خولي هتبقى الاستاذ عمري اللي اسمه طه الطوخي مش الخولي، بيشبهني بالكابتن احمد الخولي يعني اللي هو كان من الحكام. نعم. المهم يعني التشجيع، اما رجعت بقى الكليه ده ادتني دفعه ان انا اقول لزمايلي بقى، احنا كنا داخليه بقى زي الكليات العسكريه. طبعا طبعا. وبقى المجموعه اللي قلت لحضرتك عليها بقى في اكتر، كان في بقى بعدين جه سيد الطباخ وميمي درويش، يعني فرقه منتخب مصر. صحيح. فانا قلت لهم اقتراح يعني، قلت لهم انا ايه مش هلعب كره تاني يعني، ما تعملوا تقسيمه ولا حاجه مش هلعب. انا هعمل لكم احماء او تسخين واعمل فرقتين عشان اتمرن حكم على حكم مع لعيبه دوليين. وافقوا كلهم. تعرف حضرتك بقى ايه، احنا زمايل كان ممكن يرفضوا طبعا يعني مثلا او لا او بتاع، موافقه. فيشاء بقى ربنا سبحانه وتعالى. الاستاذ عبد الصالح الوحش جاي الكليه، كان مدير بقى، هو ما يقولش مدير فن، هو يحب يقول انا مدرب. كان وقتنا مدرب وانا مساعد مدرب. طب هنكمل طبعا الـ يعني الذكريات الجميله دي، بس كمان نطمن انا وحضرتك وجماهير النادي الاهلي على بعثتنا في النيجر من خلال طبعا مراسلنا فاروق صلاح، ويطمنا على فرقتنا هناك وصلت بالسلامه، ايه الاخبار هناك واستعداداتهم ان شاء الله للمباراه، مباراه يوم الاربعاء.
مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن هاني. كل التحية ليك يا كابتن هاني. طمنا طمنا على بعثتنا في النادي الأهلي. وصلت وصل يعني، بس عشان الصوت مش عارف إذا كنت سامعني ولا لا. طيب الخط قطع، هنرجع لك تاني فاروق صلاح مراسلنا هناك في النيجر، هنرجع تاني نطمن على بعثتنا. اتفضل يا كابتن. احنا بقى كان يوم أربع، حتى انا دايما لما اقول اليوم او التاريخ احفادي يعني يقولوا لي يا جد متذكر بالظبط اليوم. ده كان سنه 60 يعني، 60 من 50 سنه ولا اكثر. فالمهم الاستاذ عبد الصالح الوحشي جاي يطمن على طه اسماعيل، لان في ماتش يوم الجمعه النادي الاهلي مع نادي اولمبي القناه اللي هو القناه يعني. كان ماتش جامد، كان طه عنده اصابه كده في الانكل. المهم ما احنا ما شفناهوش، هو لقى فرقه بتتمرن فوقف ورا المدرج بتاع الكليه بيشوف. فلقاني انا ايه اللي يعني الاول بعمل احماء يعني، وبعدين اثناء بقى التقسيمه بقى عشان اقف حكم يعني، شحت الله يرحمه شحت الاسماعيلي. الاسماعيلي طبعا كان بيحتفظ بالكره لانه كان موهوب بقى فاروح مصفر انا واقول له يا شحت طه اسماعيل فاضي. حاجه فنيه بقى دي، مش مش تحكيم. مش تحكيم. ايوه باصل الكابتن طه بالظبط. يقول لي حاضر وايه وخليه يعملها. او مثلا اقول له بدر عبد الفتاح شوف على يمينك ويروح عاملها. وراك سمير قطب مثلا يدق. المهم قعد اسبوع كامل يجي كل يوم يتفرج على طريقتك بالظبط كده وتعليماتك بالزبط. اللي غير مباشره المفروض خالص. يعني بطريقه وانا على بالي وانا لسه في سنه ثانيه يعني خدنا دراسات يعني تدريب. ما كانش هي بالتالنت بس كده. يعني خبراتك والموهبه. الكلمه اللي حضرتك قلتها دي بقى هو نادي الاهلي وقال لي يا طه انت لسه عاوز تلعب كره تاني وبتاع. قلت له استاذ محمد انا حكم، حتى كان معايا هاندي باك كده بقول له ده في ماتش رايح احكمه. قال لي طب هدي لك اسبوع تفكر، انا عايزك مدرب للناشئين في النادي الاهلي. حتى انا وشي اتغير قلت له مدرب يا استاذ محمد انا حكم. قال لي انا هخليك تبطل التحكيم دوت، بس انت الاول بعد اسبوع قول لي ايوه او لا. يعني مش عشان انا استاذك هتقول لي ايوه او لا، فكر عنك. انا في نفس اليوم تاني يوم يعني رحت للاستاذ عبد المنعم الديب اللي في اتحاد الكوره، وكان زملكاوي بمنتهى الصراحه وسكرتير بس كانت مصر كلها بتحبه. الاستاذ عبده انسان ما يتكررش تاني الحقيقه يعني. فبحكي له هو كان عنده ميزه يكتب ويسمع حضرتك ويبقى عارف هو بيقول ايه يعني، ان هو بيكتب يعني. محضر مش عارف ايه، كان صحفي كبير راح سايب القلم. اما حكيت له القصه قال لي انت بتقول ايه يا طه؟ انت نايم ولا صح؟ قلت له استاذ عبد المنعم اللي قلته لحضرتك استاذ محمد قال لي وهرد عليه بعد اسبوع. قال لي بكره الصبح انت هتشوفه. قلت له كل يوم طبعا ده استاذنا. قال لي تقول له انا جاي معاك النادي الاهلي. قال لك خلاص. قال لي ما تفكرش، غير ما تفكر روح تبقى مدرب في النادي في النادي الاهلي. قلت بقى لاستاذ محمد تاني يوم انبسط، خدني معاه بقى فريق ناشئين. وطبعا هو بيحكي بقى بيقول ان عبود باشا بقى رئيس النادي عضو مجلس الاداره يعني، قال له الاستاذ عبد المنعم البقال وقال له يا كابتن عبده لو سمحت، انا بقول كابتن عشان هو اللي بيقول له كابتن يعني طبيعي عايزينك في مجلس. هو عرف ليه؟ يقول انا دخلت قالوا له ايوه يا كابتن عبده اتفضل. انت بتقول فلسه ما كملش يعني، عبود باشا بيسال السؤال ما كملوش. قالوا له حضرتك سمعته هو صح، هو طالب لسه وربنا اداله موهبه ونبوغ مبكر في التدريب. انا اكتشفت فيه كده ما شاء الله. ده بيحكي لنا بعدين، انا بفتخر بيها ناس الحقيقه لغايه دلوقتي. قال له اوكي مع السلامه يعني تمام. ما تناقشوش ما تناقشوش معاه خلاص. دي رؤيه الكابتن عبده صالح انه شايف ان حضرتك عندك تالنت في التدريب بالظبط. المهم بقى كان في بقى كباتن النادي الاهلي بقى العظماء بقى والعظمه لله سبحانه وتعالى طبعا موجودين في النادي في الوقت ده. كباتن يعني ابو حباجه، همامي، اسماء كانت كبيره طبعا لاعبين اولمبياد ودوليين، والكابتن حلم ابو المعاطي طبعا اكيد. فهم قالوا يعني قالوا له بقى قالوا له احنا مشينا وراه لان احنا انت عارف حضرتك كان الملعب
النادي الاهلي وفي ملعب الصغير الكبير بتاع الهوكي ده كنا بنسميه هوكي زمان بنلعب فيه. فانا كنت بروح مركز شباب الجزيره ملعب كان كويس جدا امرن. لقوني طبعا ايه كان زمان يسيبوا اللعيبه تمشي لوحدها في الشارع، انا بمشيهم قطرتين يعني صف كده والشارع ما فيهوش ولا عربيه طبعا. الكلام ده سنه 60 61. والمهم رجعوا بقى الاستاذ محمد بيحكي لي بعديه قال لي بالاجماع كده كلهم قالوا له الولد ده هيبقى مدرب. الولد طبعا انا بالنسبه له صغير لسه هيبقى مدرب كويس. هو فرح جدا طبعا. وفوجئت بقى بعد حوالي اسبوعين نادى لي برضه قال لي يا طه النهارده ان شاء الله اما تخلص المحاضرات هتيجي معايا النادي وانت النهارده هتمرن الفريق الاول. طب نقم قال لي الفريق الاول انا طبعا اتخضيت شوف حضرتك زي ما عملت كده. قلت له اول ايه يا استاذ محمد؟ قال لي اصل انا عندي شد في رجلي. هو مفيش شد ولا في حاجه خالص واللي انت عايز تعمله اعمله. قلت له استاذ محمد امرن الكابتن صالح سليم والكابتن رفعت الفنهجيلي والكابتن الجوهري طبعا يعني احنا سن واحد يعني الله يرحمه الجوهري وطارق سليم زمايل والشربيني يعني الفرقه دي بقى بتاع الستينيات يعني. قال لي ما تفكرش هتروح مع حضرتك دلوقتي وهتيجي معايا وانت اللي هتمرنك. طيب نتوقف بقى عن وحضرتك دربتهم بالفعل بس هنروح نشوف اصدقاء كابتن طه الطوخي قالوا عنه ايه وايه ابرز ذكرياتهم مع كابتن طه. هنروح نشوف ونرجع تاني في البيت الكبير. كابتن طه الطوخي قصه لا تنتهي. واولا هنتكلم عن الناحيه الاخلاقيه لا غبار عليه اطلاقا. فعلا فعلا اسطوره من اساطير الاخلاق والادب والذوق والتربيه كل حاجه. من ناحيه المدرب مدرب خلوق مدرب فاهم يعني ايه اخلاقياته في اللعب وتدريبه وكل حاجه. وكل الناس بصراحه بامانه ما يقعد هنا يتكلم هم كلمتين كلمه ورد غطاها ما فيش ثرثره ما فيش كلام الفاضي. لا 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 راجل متسن راجل جميل كل الناس بتحبه جدا جدا جدا. كابتن طه علم من علم علامه التدريب في مصر مش عشان النادي الاهلي لا درب في بلاد العربيه كتير درب في الكويت ودرب في الامارات ويدرب في النادي الاهلي كتير قوي ومطلع اجيال مطلع كباتن كبار. كابتن طه ليه تاريخ كبير في النادي الاهلي. شخصيه متفرده المفترض انه يشار اليه على انه من الرياضيين اللي يجب ان يكونوا نموذج لكل الرياضيين في مصر. منتهى الهدوء ومنتهى الاحترام ومنتهى الفن ومنتهى العطاء طه الطوخي. طه الطوخي محبوب في نادي الأهلي ومحبوب في نادي الزمالك ومحبوب في كل مكان بينزل فيه. من المدربين الأوائل اللي اشتغلوا في عالم التدريب والحقيقة كان عنده فيجن رؤية واضحة. وكابتن عبد صالح الوحش كان مقتنع جدا بقدراته وفعلا اعتمد عليه في الفترة اللي كان فيها موجود الكابتن عبد صالح الوحش سواء في المنتخب أو في النادي الأهلي. الحقيقة هو راجل عنده فيجن كوميونيكيتر كويس قوي يعني بيتواصل بشكل كويس وكان عنده رؤية عالم التدريب وكان بيثقف نفسه بشكل كويس. من الناس اللي هي أثرت في النادي الأهلي وكابتن جه في ظروف كان الأهلي محتاج واحد زيه وكان راجل أخلاق وفنياته عالية جدا وقعد فترة في النادي الأهلي وعمل إنجاز في النادي الأهلي وبعدين راح سافر الكويت وبعدين رجع هنا تاني الأهلي. هو من الناس اللي هي المحترمة والذوق. هو كل أسبوع طبعا بيجي يقعد معنا هنا هو والكابتن ريعه وكابتن عزة أبو الروس وكابتن شطة وبيجي بيحكي الذكريات وهو بيصدق لما بيقعد ونقعد نتكلم وهو يجيب الذكريات دي بيبقى مبسوط جدا جدا الناس فاكراه وعارفاه يعني. والله يا كابتن طه الطوخي يعتبر من رموز النادي الأهلي وكان ليه باع طويل في تدريب خارج مصر وداخل مصر ومعظم اللعيبه الكبار دربوا على ايديه وكان ليه باع طويل في الموضوع دوت وليه تاريخ مشرف وذكرياته دايما نذكرها بالخير. ووجوده تملي في النادي ولقاءاتنا بيه يوم الجمعه كان شيء بيسعدنا كلنا لانه يعتبر من الشخصيات المميزه والمحببه لينا كاعضاء في النادي الاهلي. الاخلاق والطيبه والقلب الابيض غير بقى انه اصال واجال في النادي الاهلي وفي مصر في الستينات. وبعدين ده يعني شرفنا في كل البلاد العربية يعني كل البلاد العربية اللي راح فيها شرف مصر فيها.
وبعدين ده إنسان مهذب وجميل، وتقعد معاه تفرح لو أنت قاعد معاه، يعني ما فيش كلام يتقال عليه أحلى من كده يعني حقيقي يعني. تقرير أكتر من رائع هنناقش فيه طبعا نجمنا الكبير، لكن نروح نطمن على بعثتنا، بعثة النادي الأهلي من خلال مراسلنا فاروق صلاح في النيجر. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن هاني، كل التحية ليك يا سهام، وطبعا كل التحية لكابتننا الكبير الكابتن طه الطوخي. أهلا بيك، عايزين حمد الله على السلامة، وعايزين نطمن على بعثتنا وصلت إمتى، وحاليا دلوقتي في الأوتيل، والبرنامج كمان إن شاء الله، البرنامج التدريبي أو البرنامج اليوم اللي فرقتنا إن شاء الله خلال الأيام اللي جاي. خلينا أطمنك يا كابتن هاني وأطمن كل جماهير النادي الأهلي طبعا على بعثة فريق النادي الأهلي من هنا من نيامي عاصمة دولة النيجر، واستعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق سونديب في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. عشان نقرب الجماهير من الصورة يا كابتن هاني، خلينا أقول لك إن فريق النادي الأهلي طبعا كان تواجد في مطار القاهرة في تمام الساعة 12 ظهرا، وتم استقلال الطائرة في تمام الساعة 3 عصرا، يعني رحلة الطيران استغرقت 6 ساعات. كان الوصول لمطار ديوري هاماني بنيامي كان في تمام الساعة 8:30 بتوقيت النيجر. يعني عايز اقول لك ان التوقيت مصر، يعني التوقيت في النيجر يعني متاخر شويه عن مصر بساعه. كان الوصول في تمام الساعه 8:30. كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه بدوله النيجر، وايضا كان موجود محمد سيجا نائب رئيس مجلس اداره نادي سونديب في استقبال البعثه. تم الانتهاء من كافه الاجراءات الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي، ثم استقل لاعبي النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي الباص والتوجه الى مقر اقامه الفريق بفندق بيبعد عن المطار يعني ب 10 دقائق. سريعا كان يعني تم تجهيز وجبه العشاء للاعبين. طبعا انت عارف يا كابتن هاني ان الكابتن سيد عبد الحفيظ تم تكليفه بمهام رئيس البعثه، نظرا يعني طبعا عدم التحاق الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان مكلف برئاسه البعثه، وبعد ثبوت ايجابيه فيروس كورونا ومسحة كورونا. طبعا كان الأستاذ محمد الضماطي وأيضا رامي ربيعة وعمرو السلاي ومحمد أفشة، وأيضا 2 إداريين الكابتن ماهر عبد العزيز والكابتن رأفت إبراهيم، يعني مهام كتير جدا. يعني عايز أقول لك إن الكابتن سيد عبد الحفيظ قايم بدور أكثر من رائع. في الوقت اللي انا بكلمك فيه كان اللاعبين يعني من نصف ساعه انتهى لاعبي النادي الاهلي من تناول وجبه العشاء. سريعا كل لاعب حاليا في غرفته. ان شاء الله بكره كابتن هاني الفريق هيتناول وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا. اول تدريب للنادي الاهلي هيبقى على ملعب كونيتشي في هنا في نيامي، هيكون في تمام الساعة 4:30 عصرا. عايز أقول لك إن يعني مجهود كبير جدا بيقوم به مسؤول السفارة المصرية من توفير كل الأمور، ويعني وسائل اتصال مستمرة ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومعالي السفير نبيل مكي اللي كان ليا لقاء معاه واتكلم على ان كان التواصل منذ اكثر من 10 ايام ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ محمد الضماطي مع مسؤول السفاره المصريه، وقال ان هو كان يعني سعيد جدا بوجود النادي الاهلي، ودي اول زياره للنادي الاهلي في تاريخه في المشاركات الافريقيه هنا لدوله النيجر. يعني معالي السفير يعني عايز اقول لك لحد اللحظه اللي احنا موجودين فيها ما سبناش معالي السفير. زي ما قلنا واطمنا ايضا على لاعبي النادي الاهلي، عايز اطمنك ايضا على لعيبه النادي الاهلي، وكان لنا حديث مع الكثير من اللاعبين. انت عارف يا كابتن ايمن ان احنا خلاص نهينا فرحه البطوله التاسعه، خلاص انت بتبدا بطوله جديده، انت مطالب بالفوز بيها. كان ليا حديث على الطائره مع بدر بنون لاعب النادي الاهلي، كان ليا كلام كتير يعني من الامور اللي اتكلمنا فيها مع بدر بنون على سهوله او سرعه انسجامه مع فريق النادي الاهلي. قال لي جمله كبيره قوي يا كابتن ايمن، يا كابتن هاني، تقدر تلخص مسيره نجوم كتير. يعني قال لي انا جاي للنادي الاهلي وانا عارف ان انا مطالب بكل بطوله، يعني انا جاي لنادي كبير لو داخل في 10 بطولات انا مطالب مني ان انا افوز بالعشر بطولات. اتكلم على الدور الكبير اللي بيلعبه كباتن النادي الاهلي الشناوي وكهربا وسعد الدين سمير وايمن اشرف واللاعبين ورامي ربيعه، كل اللاعبين في عمليه تسهيل الامور. قال انا سعيد جدا بالنادي الاهلي، عندي احلام وطموحات كتيره جدا ان انا احققها مع النادي الاهلي.
يعني ده كان لقائنا مع بدر بنون. اطمنك ايضا على اللاعبين، كل اللاعبين مركزين طبعا ان شاء الله لضروره تحقيق نتيجه ايجابيه في المباراه الذهاب، ومن ثم ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الاياب، ومن ثم الصعود لدور ال 16 ان شاء الله. معاك كابتن هاني ان شاء الله كل التوفيق. لكن سؤال سريع بس قبل ما اقفل معاك، يهمنا كمان نعرف حاله الجو هناك ايه، يعني الظروف الطقس ايه، لان دوت برضو يعني المباراه ان شاء الله اعتقد الساعه 4 بتوقيت القاهره، لكن نعرف الاجواء بالنسبه للطقس عامل ازاي، هل في مطر، هل الملعب اللي هتتمرن او الفرقه هتتمرن عليه بكره ملعب طبيعي ولا صناعي، برضو عايزين نعرف شويه معلومات عن الفرقه في خلال الايام اللي جايه. يعني خليني اقول لك يا كابتن هاني، احنا حاليا يعني حاليا في مصر في فصل الشتاء، هنا في النيجر احنا في فصل الصيف. يعني انا في الوقت اللي انا بكلم حضرتك في دلوقتي درجه الحراره هنا 31 درجه مئويه، يعني درجه الحراره اثناء اللقاء هتتراوح ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. الملعب اللي النادي الاهلي هيلعب عليه اللقاء ملعب من العشب الطبيعي، تقدر تقول ان في شويه نسبه رطوبه بتبقى اعلى شويه، ان دوله النيجر يعني المناخ فيها مختلف تماما عن مصر. احنا بنتكلم ان احنا هنا في فصل في مصر في فصل الشتاء، هنا في فصل الصيف. في هنا يعني فصل الشتاء بالنسبه لهم درجه الحراره 37، فصل الصيف بالنسبه لهم بتبقى درجه الحراره بتتجاوز ال 50 وال 45. تقدر تقول ان كل الترتيبات الملعب جاهز ان شاء الله لاستقبال فريق النادي الاهلي. دوله النيجر انت عارف يا كابتن هاني يعني احد الدول اللي بتتميز بمساحه شاسعه، ايضا يعني من الامور اللي احنا قدرنا نلمسها هنا يعني الطبيعه بتاعت النيجر، كميه خضار كبير جدا طبعا. واحد من كابتننا والكابتن طه طوقي بالظبط يا كابتن هاني، يعني حضرتك وكابتن طه طبعا وكابتننا الكبار عارفين الطبيعه الافريقيه، كميه خضار، اعتماد على الزراعه، اعتماد طبعا على المعادن واستخراج اليورانيوم، واحد من يعني تقدر تقول المصادر المهمه لدوله النيجر. ايضا كان من يومين كان الاحتفال بعيد الاستقلال الخاص بدوله النيجر، كان يوم 18، يوم 27 هيكون الانتخابات الرئاسيه في دوله النيجر. عايز اقول لك النقطه المهمه جدا كمان يا كابتن هاني، الطيبه او السماحه والود اللي بتشوفه من الافارقه، يعني ده دايما حاله الترحيب اللي احنا شفناها اول ما وصلنا مطار ديوري هماني، الافارقه واحتفالهم وترحيبهم بالنادي الاهلي، ايضا في مقر الاقامه يعني اثناء الوصول كان يعني وجود بعض الافراد او شعب من النيجر للترحيب بالنادي الاهلي. الكثير هنا عارف النادي الاهلي، موجود معانا ايضا يعني بعض الجاليه المصريه والجاليه العربيه من لبنان ومن المغرب ومن تونس، عارفين النادي الاهلي، منهم اللي بارك للكابتن سيد عبد الحفيظ وبارك للاعبي النادي الاهلي، وطبعا كان كتير منهم حريص ان هو يلتقط الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي. لكن انت عارف يا كابتن هاني بعد يعني رحله طيران طويله يعني خلد اللاعبين وعلى طول الغرف للخلود للنوم، الايام ان شاء الله يكونوا موجودين في التدريب، في بعض الافراد من الجاليه العربيه يكونوا موجودين في تدريب النادي الاهلي لمؤازره ومسانده فريق النادي الاهلي في اول تدريبه غدا ان شاء الله هنا في نيامي. ان شاء الله كل التوفيق. يعني بنشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح مراسلنا في بعثه النيجر، ان شاء الله كل التوفيق ليك ولفرقتنا. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع الكابتن الكبير طه الدخلي. فاصل وقبل ما نطمن على بعثة فريق النادي الأهلي اللي وصلت بسلامة الله لأرض النيجر، استعدادا طبعا لمباراة سونديب، واستعدادا طبعا يا رب للحفاظ على اللقب الأفريقي. وكل الشكر، أنا عايزة أوجه كل الشكر لسفيرنا السفير نبيل مكي طبعا الحريص جدا من أول لحظة على الاهتمام ببعثة الفريق النادي الأهلي. الحقيقة طبعا بحسب كلام زميلنا فاروق صلاح، أرجع تاني بقى للتقرير اللي كان بيتذاع قبل ما ناخد فاروق من نايجر، وكان بيتكلم عن يعني كابتن طه في عيون محبيه، فقال لك ايه بقى كابتن طه الطوخي، الناس اللي في الاهلي جمهور النادي الاهلي بيحبه، وجمهور نادي الزمالك بيحبه، وجمهور نادي الترسانه بيحبه، كل الجماهير، يعني صعب جدا ان احنا يعني نختلف على شخص بحجم وقيمه وقامه كابتن طه الطوخي. يا كابتن طه منورنا تاني حبيبي، شرفنا. الله يخليك يا رب، وانا يعني زي ما بقول والله في منتهى السعاده، احنا اسعد، وحاسس يعني ان انا
يعني صغرت مثلا 40 او 50 سنه مثلا. ربنا يديك الصحه بذوقك واخلاقك العاليه والله. والله دي بامانه بقولها بامانه رب. وربنا يعني احنا اللي متشرفين يا كابتن طبعا. والله طبعا ربنا يبارك لكم يا ربنا يبارك لكم ويوفقك يا رب دايما. كابتن طه بقى حضرتك كنا توقفنا عند تدريب حضرتك لفريق النادي الاول وما كنتش متوقع انك هتدرب الفريق في يوم وليلة أصبحت مدرب. أيوة. أصبح مؤمن بيك كابتن من الكباتن الكبيرة. بنتكلم عن كابتن عبدو صالح الوحش. بتدرب بقى كابتن صالح سليم، كابتن فناجيري، صح؟ الجيل بقى الجيل بقى اللي أسماء الذهبية دي اللي تخط. أيوة. أيوة. وطارق سليم والشربي والجوهري طبعا رحمة الله عليه. أول ما رحت يعني الخبر أنت أزعجك فاحكي لنا بقى يعني أول يوم تدريب للفريق الأول قضيته إزاي؟ أنا كنت رايح طبعا الحقيقة يعني في حالة مش عارف اوصفها اكيد. ايوه فانا بقى عرفت من كابتن طه اسماعيل ان الاستاذ محمد عبد صالح قال للكابتن صالح قال له هيمرنكم النهارده طه الطوخي. كابتن صالح كان يعرفني عن طريق طارق طبعا ان انا وطارق دفعه واحده وسن طبعا. واحد وكان دايما طارق يقول له طه سردي باك هايل وهيبقى لعيب كويس قوي وبيحب الكابتن ابو حباجه وعاوز يبقى زيه. طبعا الواحد فعلا كان بيشوف نجوم وكان نفسه بالظبط كده. فالمهم كابتن صالح فهم طبعا لما راح عامل اجتماع للعيبه قال لهم اللي هيمرنا النهارده طه الطوخي. حضرتك عارفه بقى اما لعيبه كبار وواحد عنده 22 سنه ولا 20 سنه هم محرك أكبر. شويه ايوه يعني الدم هو كان ليه شخصيه بالظبط كده. فعلا في البدايه كده بعدين عملت زي ما الاستاذ محمد بيعمل يعني قعدتهم شويه وابتديت اتكلم حسيت ان انا اكبر منهم كلهم في السن. ولقيت يا كابتن هاني كان الملعب يعني في حوالي 40 ألف متفرج ما شاء الله اللي بيحضروا الماتشات التمرين صحيح. وكان دايما هم بيقولوا صالح للكابتن صالح او طه اسماعيل قالوا طه الطوق يعني انا لقيت من بدايه دي صورة حضرتك مع كابتن صالح طبعا. ايوه دي بقى كان كاتب كتابي والله. والحقيقه انا كنت ايه كان في بيت المدام الله يرحمها يعني ما فما عزمت انا فوجئنا الباب بيضرب جرس والكابتن صالح عرف بقى من شخص برضه من النادي الاهلي قال له ده كاتب قال له انت تعرف البيت قال له ايوه مصر الجديده يعني فجه بقى وحتى ضحك قال لي لو النهارده كاتب كتاب طارق سليم ما كنتش هروح عاوز يحسسني انه بيحبني قد ايه يعني. المهم وابتديت بقى التمرين و اتكلمت وخلاص بقى في خلاص او خلاص وقدام 40,000 بيتفرجوا على التدريب يعني. بالظبط وابتديت بقى اعمل تدريبات في الاول والحاجات دي كلها وكانت مفاجاه برضه الاستاذ محمد عبد الصالح سالني بقى قال انت جبت التمرينات دي منين؟ الوحدات التدريب ايوه وحدات التدريب وتدريب حراس المرمى. انت دربت كمان حراس المرمى؟ بقول لحضرتك مده حوالي خمس ما فيش مدرب حراس مرمى. يعني شوف حضرتك بقى عمالقه عادل هيكل طبعا والروبي ومروان وعندي بقى في الاشبال عصام عبد كابتن عصام عبد المنعم طبعا ومصطفى عبد الله بقول لحضرتك اسماء كبيره. فقال انت جبت التدريبات دي منين؟ فقلت له بقى كل الفرق الاجنبيه اللي جت مصر انا بروح اتفرج. كان حظنا حلو وقتها البرازيل جت بعد كاس العالم المانيا الغربيه كان وقتها المانيا الغربيه بعد ما خدوا كاس العالم 54 جم 57 كنت بتروح تتفرج عليهم يا كابتن اتفرج عليهم مجرد فرج وكنت اكتب كده بعض التدريبات سواء حراس مرمى تدريبات تكتيكيه فنيه يعني. فقال لي لا برافو عليك يعني وبتاع. المهم عدى التمرين بقول لحضرتك بقى كني بقالي 20 سنه مدرب صحيح. قال لي بقى كل يوم انت هتبقى معايا يعني اعمل نظام لفريق الناشئين بحيث هتبقى معايا انت بقى مساعد في الفريق الاول يعني. وفعلا بقى ابتدت بقى الماتشات الدوري انا معاه في ماتش مثلا ماتش بنفيكا في ناس كتير لان انا طبعا اللي كسبنا 3-2 النادي الاهلي. يعني في حاجتين انا اول مره اقولها والله كان الكابتن صالح سليم عنده اصابه في عضله الفخذ الاماميه دي والاستاذ محمد قال لي انت هتمرنه الواحد. تدريب خفيف لوحده وعلاج طبيعي. ما كناش لسه خدنا برضه دراسات العلاج الطبيعي وما فيش. المهم سبحان الله وكان امل ضعيف ان الكابتن صالح يلعب
عند الاستاذ محمد يعني عن كابتن عبد الصالح عند الاستاذ عبد الصالح. فالمهم الحمد لله لعب الماتش والماتش 90 دقيقة يعني دي برضو من ضمن الحاجات طبعا. اللي كانت يعني الحمد لله. في بقى ماتشات يعني طبعا في الوقت ده في اتحاد الكورة الاستاذ جلال قريطم كان هو مسؤول عن عضو مجلس إدارة ورئيس الاتحاد سيادة المشير عبد الحكيم عامر يعني. فهو أول شخص حتى أنا سمعت الكابتن علي بوجريشة لما قال لحضرتك إن في مدربين يوغوسلاف يعني مظبوط يعني جم بقى لكل نادي مدرب 12 مدرب جم لل 12 نادي في 12 نادي وفي اثنين كمان كانوا من المجر يعني كابوتشي ده كان مدرب فيه صورة برضه مع المنتخب ودايما يختارون أنا مساعد معهم على طول يعني. في بقى جاب مدرب مخصوص للناشئين عشان كان بيتعمل في الكويت سنة 63 مدرب بقى يعني كان كبير جدا في السن وفي صورة ليه بس بيأدي مهارات وبيأدي يعني استفدت منه كتير طبعا كان بيخليني انا نموذج نموذج للعيب. هي الصوره دي يا كابتن طه هي الصوره دي لا ده منتخب مصر ده منتخب مصر ده الكبار دول الكبار انا يعني كابتن حماد الشرقاوي اول واحد بعدين انا وكابتن هشام عزمي واحمد رفعت وعبد الخالق احمد مصطفى مصطفى شتا الاولمبي ايوه والبوري وده مترجم ده مستر كابوتشي المجري وده علاج طبيعي ايوه الكابتن شاكر وتحت في رضا حمد ده اللي لعب دوره اولمبيه بتاع طوكيو 63 طوكيو 64 بمناسبه وطه اسماعيل طه اسماعيل وسيد بازوكا وحسن مختار الله يرحمه عبد الكريم الجواري كابتن مصطفى رياض هداف بقى كبير كلهم نجوم كبار واسماء كبيره قوي واول واحد يا كابتن هاني بمناسبه مصطفى رياض طبعا موجود في الصوره طبعا طبعا موجود في الصوره وحضرتك طبعا كنت المدير الفني اللي بتدرب المنتخب في اولمبياد طوكيو 64 مش كده نروح نشوف التقرير ده عنه نرجع مره ثانيه نكمل مع الكابتن الكبير كابتن طه الطوخي ان شاء الله ان شاء الله كابتن طه ليه حاجات كتيره معانا يعني ما نسالوش دوره طوكيو سنه 64 وكان مساعد للمدرب الخواجه وكان مفروض والله يسافر يعني انما يعني ربنا يسامحه بقى اللي ما خدوش يعني وكان كنت انصبت انا في ماتش حبي وبعدين بقيت اتعالج وهو كان بيجي يعالجني ويقعد معايا ويبشرني ويعمل لي تدليك ويتكلم معايا وما كانش بيسيبني بصراحه ودي ميزه حلوه في واحد تلاقي واحد من الجهاز الفني بيجي جنبك ويساعدك ويتكلم معاك ويطبطب عليك دي كانت ميزه فيه كويسه لان هو اخلاقه عاليه جدا وطيب جدا وحبوب جدا وكل ما في الدنيا فيه وحضرته كمساعد مع الخواجه كان بيتكلم في حدود اللي هو الامكانيات اللي هي متاحه ليه وانما هو في الملعب مع النادي الاهلي ومع البتاع كانوا كلهم بيشكروا فيه وخصوصا لما راح الكويت وراح السعوديه كان ليه حاجات كثيره وجاب دوره الخليج للكويت بعد دوره طوكيو كنا بنقابل بعض ونقعد مع بعض ونشوف بعض وكان بيتكلم معانا برضك في الماتش ده كان عامل ايه وناقص ايه والحاجات ديت وبيتكلم برضك في حدود المعقول ما بيغلطش في مدرب ما بيغلطش في حد ملوش حاجه عايزها عشان يتكلم لا كان بيتكلم بمنتهى الصراحه والحق هو راجل شخصيته ممتازه ويعني مش قادر اوصف له اكتر من انه هو ممتاز فوق الممتاز وفوق الممتاز ظلم في دوري طوكيو لانه هو يعني كان المفروض يسافر معنا انما يلا بقى اللي كان صاحب العمليه ربنا يرحمه بقى كابتن طه لا يعوض بطريقته وحبه للي حواليه وبتاع صعب بقول له وحشتني وعاوز اشوفك بقالنا كتير ما تقابلناش ما تحرمناش منك الله يخليك
رجعنا مع حضراتكم. طبعا الكابتن يعني من عظماء الكوره كمان. يا سلام. يعني يا من سلام. الشخصيات العظيمه، وبيتكلم على حضرتك كمان بالاحترام، وبيتكلم بالامكانيات اللي شافها كمان من خلال يعني مش هقول السلطه اللي خلى حضرتك مدرب كبير، لكن من خلال مؤهلاتك انك تكون على شخصيه عظيمه ومدرب كمان كبير. الله يخليك يا كابتن. الحمد لله والله. دي يعني انا بشكر طبعا كل الاخوه اللي اتكلموا عني، وانا دايما حتى اولادي واحفادي واي حد بقول له دايما كمدرب، مدير فني، مدرب، الاخلاق نمره واحد. وبعدين فاقد الشيء لا يعطيه. يعني انا ما اقولش ان دي غلط وانا اعمل الغلط، الحمد لله. يعني على سبيل المثال وانا في المدرسه السعديه، يعني السعديه كان ليها نظام بيعملوا يوم خريجين مع الطلبه. الخريجين بقى كان كباتن مصر كلها، كابتن حسين مدكور وكابتن مختار التتش والاسماء، كابتن حمدي كروان، كابتن النادي الاهلي، وكان بقى يعني بيجوا واحنا طلبه. ففوجئت بالاستاذ بتاعنا، استاذ التربيه الرياضيه، ربنا يديله الصحه لسه يعني عايش، يعني هو دكتور دلوقتي في كليه التربيه الرياضيه اسكندريه، الدكتور بطرس رزق الله، ده ما ننساهوش ابدا. فقال النهارده في تكريم، وكان جه بقى وزير التربيه والتعليم الاستاذ السيد يوسف، انا فاكر الاسامي، يحضر اليوم الرياضي ده. في كاس يا كابتن هاني، كاس يعني قيمته ما تزيدش عن 10 جنيه او 15 جنيه، بس مكتوب عليه كاس الخلق الرياضي. الله. وراح مسلمهوني الوزير يعني. وانا كابتن، كان زمان حضرتك عارف لعيبه الكوره يقولوا اخلاقهم مثلا بيطلعوا من المدرسه مش عارف ايه، بيزوغوا او بيزوغوا، فدي برضو من ضمن الحاجات. كابتن مصطفى رياض اخر ماتش بقى اللي هو يؤهل لطوكيو كان مع السودان. فلعبنا الماتش الاولاني في القاهره، كسبنا 4-0، نتيجه كبيره. ففي لاعب من السودان، وطبعا السودان اخوه واحبائنا، وكان فريق قوي جدا، فقال له مصطفى هات الكفن بتاعك معاك. انا مش، قال له انا، المهم مصطفى كان عاوز يعتذر، قلت له لا ده سياده المشير لو عرف. المهم سافر، وقعدت يعني ناحيه نفسيه، قلت له هنكسب ان شاء الله ومنتخب مصر هيسافر طوكيو، زي ما بيقول يعني ناحيه نفسيه كده برضه. حضرتك كان قبل علم النفس الرياضي ما ندرسه حتى كمان. فالمهم يعني مصطفى الحقيقه يعني لعيب كان ممكن يحترف في اي بلد اوروبيه. كابتن طه، يمكن حضرتك دايما بتتحدث مع ابنائك وحتى احفادك عن قيمه الاخلاق. نعم. والقيم. احنا هنروح دلوقتي مع حضرتك والساده المشاهدين نشوف تقرير عن اسره كابتن طه الطوخي، ونرجع مره تانية نكمل في البيت الكبير. كل حاجه في حياتي يعني من اول مواعيد على الدنيا، وهو بأمانة شايلني يعني حاجة فوق الوصف. الاحترام، الأخلاق، يعني كل القيم اللي الأهلي بيتميز بيها بابا زرعها فينا الحمد لله رب العالمين. يا رب نكون على قد المسؤولية دي. يعني بابا طبعا سبب كبير، يعني أنا بالنسبة لي لو هختار مفيش أي حاجة أقدر أختارها غير النادي الأهلي، بتاريخه بقيمه بمبادئه. بس بابا سبب رئيسي طبعا، يعني سبب رئيسي، وبشكره يعني بشكره على الهوى انه خلاني اهلاوي وخلى اولادي واولاد اخويا واخويا، يعني العيله اغلبها الحمد لله. انا بعتبر نفسي مشجع درجه ثالثه، بس طبعا يعني كان بيزرع في الاولاد ان هو مسك الناشئين كتير في الهلال السعودي، يعني تحديدا كان بيزرع فيهم القيم والاخلاق قبل الكوره. يعني الكوره في الملعب والتكتيكات والخطط بتاعت الكوره، لكن الاخلاق اهم حاجه. الصوت ما يعلاش، الحاجات اللي احنا متعودين عليها في النادي الاهلي. انا طبعا حاجه غير عاديه، هو مأثر فيا من اول حياتي لغايه دلوقتي. ففخر حاجه النادي الاهلي، والدي حاجه مش عايز اكتر من كده فعلا. يعني ربنا يخليك لينا، ربنا يديك الصحة، أنت السبب في أي حاجة كويسة حصلت ليا ولولادي ولأخويا وولاده
ومن غيرك ما نسويش حاجة. طه الطوخي بيمثل لي يعني هو جدي في الأول، وشرف كبير ليا ان الراجل ده يبقى جدي. هو مثال للاحترام وراجل طيب جدا، ومن زمان وهو بيعاملني بكل حب واحترام، وكان بياخدنا دايما انا واخويا الصغير اكاديمية النادي الاهلي، ان هو طبعا رقم واحد في انه يخليني احب الكورة واني احب النادي الاهلي. ودايما كنا نروح الاستادات معاه ونتفرج على ماتشات الاهلي، وكان الحمد لله يعني مثل اعلى. طبعا هو في الاول جدي، هو طبعا شخص عظيم، ويعني وافتخر انه جدي. طبعا هو بيمثل لي كل حاجه، يعني كل حاجه في الحياه. كان بيعملنا بطريقه كويسه ومحترمه. اقول له شكرا لكل حاجه عملتها في الدنيا والله، ويعني بحب اكد الدنيا. يعني كابتن طه، انا كمان بقول لك شكرا، شكرا على هذا يعني الجيل العظيم اللي انت زرعت فيه نقطة مهمة جدا للأسف يمكن نفتقدها في الأيام الأخيرة، وهي الأخلاق. أولاد حضرتك وأحفاد حضرتك بيتكلموا بشكل مباشر وصريح ان حضرتك كان ليك بصمة كبيرة جدا في انك تزرع الأخلاق. واحنا عندنا الرياضة أولا أخلاق، وهنا من قناة النادي الأهلي دايما بنقول لا للتعصب، ودايما الأخلاق هي نمرة واحد. فأنا بشكرك على يعني هذا الجيل اللي حضرتك ربيته، وتقول لي كمان باختصار يعني رسالتك كمان للأجيال والولاد اللي طالعين دلوقتي، رسالة في الرياضة عامة، وإزاي نعيش هذه الأجواء الجميلة ونبعد عن التعصب، وده مهم جدا في الأيام اللي احنا عايشينها يعني. تمام يا كابتن هاني، ودي اللي بنتمناها، لأن زي ما حضرتك قلت وبنقولها باستمرار، الرياضة أخلاق قبل أن تكون بطولة. يا ريت احنا يعني مش شعارات، دي حقيقة. يعني لعيب الكورة في كل الأزمنة القديمة دي والمفروض حاليا متعة. نعم. متعة. هو بيمتع نفسه انه لعيب، ربنا اداله موهبة. رايح يمتع الجماهير الكبيرة اللي بتشجعه، فدي حاجة المفروض يعني، وعشناها فعلا، يعني عشناها في الفترات اللي في الأول مع جميع الأندية. يعني الصراحة أنا يعني الحمد لله والشكر لله يا رب، رحت تقريبا كل محافظات مصر في مشروع معين، اختيار الموهوبين والحاجات دي، وأيام برضو القطاعات اللي هي في اتحاد الكورة. أكيد كل ده حاجات يعني إحنا بنشكرك عليها، وده الأهم. عايزين نعرض مع حضرتك، وده اللي هيفضل باقي، وده اللي هيفضل طبعاً. طبعاً. عايزين نعرض مع حضرتك صور سريعة وتعليق سريع على كل بكلمة. صور. نعلق بكلمة. نعم. كابتن جوهري. كابتن محمود جوهري. حبيبي وحبيبي الكل، وده كان هو بقى مدير فني المنتخب وأنا أمين صندوق. الله يرحمه. فسماني أسرع أمين صندوق بيمضي على الشيكات عشان الفلوس للمنتخب. عشان اللعيبة تقدر تاخد فلوس. أيوة. طيب الصورة اللي بعدها. يعني الحمد لله طبعا تكريم من النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. اول تكريم يتعمل اول ما يعني مجلس الاداره الجديد، يعني دي من 3 سنوات. فكان لينا مجموعه كبيره، والحمد لله حاجه يعني ميزه طبعا ان احنا نتكرم في الوقت ده في السن ده. في بيتك الحمد في بيتك لله. الحمد لله كابتن. واكتر الصوره اللي بعدها يا كابتن، الصوره دي كانت دي رحله في ليبيا الاستاذ عبد الصالح الوحش. أيوه. اعتذر عشان انا سافر مدرب. في 2 قاعدين تحت، الكابتن طلعت عبد الحميد، كابتن عوضين اكبر مني في السن بكتير كمان. وفي بقى الكابتن ريعو من النجوم الكبار طبعاً. يعني اسم كبير طبعا في مجال كرة القدم، سواء في الأهلي أو في الإسماعيلي أو في المقاولين العرب. فالحمد لله تاريخ. طيب آخر صورة معنا. تفضل تفضل. دي بقى في مان يونايتد، يعني روي كين وجيجز طبعا. أساطير. أنا رحت يعني، وصورة فعلا يعني من الذكريات الجميلة برضو مع 2 لعيب على مستوى عالي. الحمد لله. يا 2 اساطير مع اسطوره كمان اهلاويه. احنا يعني سعداء جدا 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 ان حضرتك كنت متواجد معانا النهارده في البيت الكبير، لينا الشرف، وحضرتك شرفتنا ونورتنا
بتبدي رسالة للأجيال والولاد اللي طالعين، إن رسالة النادي الأهلي بمعنى صح إن الرياضة أخلاق، وبإذن الله يعني يا ربنا يديك الصحة ونشوف يعني أحفادك وأولادك على نفس المستوى إن شاء الله. تسلم يا كابتن، وأنا في منتهى السعادة، وأنتوا برضو اتنين يعني على أخلاق عالية جدا جدا، وزي ما بقول بتدوا رسالة فعلا في كل لقاء. أنا يعني البرنامج ده مش بقولها مجاملة حبيبي، يعني بشوفه وبشوف الإعادة حبيبي مرة ومرتين والله بأمانة، ده يشرفنا يعني والله كده، وربنا يفرحك حضرتك. يعني حديثك عايز حلقات وحلقات لا يمل بمعنى الكلمة. اتشرفنا ان احنا مع واحد من صناع تاريخ كبير وعظيم في مجال كرة القدم المصرية والعربية. شكرا يا حبيبي، شكرا، ربنا يبارك لك يا رب، وانا اللي متشكر جدا جدا. نورتنا يا كابتن، تسلم يا حبيبي، تسلم يا كابتن. تصبحوا بنقول لكم دي كانت نهاية حلقتنا، بكرة ان شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير من 10 لـ1. تصبحوا على خير.